مساء الخير عليكم مشاهدين قناة روتانا خليجية، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، أكيد اللي يهتم بالمرأة والأسرة والطفل وأكثر كمان. هنبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. تشاهدون في سيدتي اليوم الاحتفاء بنجاح موسم الطائف بالأرقام والمزيد في بقاع الوطن، وعادل عساف تتحدث لسيدتي عن بدايتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي حقيقة أسعار تجميل الأسنان المبالغ فيها، كيف تتعامل السيدات مع تقدمهم في السن، هل يكون الإبداع فقط في الأدوات المألوفة؟ غنى زفة أخته العروس فحصد مليون مشاهدة. اهلا وسهلا فيكم من جديد، طبعا بالتاكيد لازم ارحب بزميلاتي، اهلا وسهلا برندا وبرؤى. يا اهلا وسهلا، يسعد مساك يا رندا، يا اهلا وسهلا يا عبير، اكيد ويسعد مساء المشاهدين جميعا. اخبارك اليوم يا رندا؟ والله بخير الحمد لله، بدايه احتقان عبير عادتنا طبعا. والله ما عادت. اول شيء مساكم الله بالخير اكيد، وان شاء الله اليوم تستمتعون معنا، واكيد حلقتنا اليوم فيها مواضيع مره حلوه، فيها مواضيع مره حلوه وضيوف مره لزاز وظراف كمان. صحيح، طبعا دائما يجي هاجس عندك تقولين يعني بعد لما كنا صغار انه لما نتزوج انه هل يا ترى بيجينا واحد ثرثار ولا صامت؟ اهم شيء كيف هزت حواجبها؟ هل يا ترى؟ والله كان هاجس يا اختي، يجيكي واحد ثقيل دم جالس بجنبك وش تبغين فيه؟ صح والله، او يجيكي واحد ثرثار يعني، او يجيكي واحد ما يسولف. لا يجيك واحد هذا هو ثقيل الدم اللي جالس، ثقيل الدم اللي ما يسولف. اي ولا يجيك واحد ثرثار يقول لك لا يعني تبغين كذا تحطين سدادات وبس، موضوع مهم موضوع خطير كذا تبتسمين له عشان ما تفشلينه. وش تحبون؟ مو ايش نحب، يمكن بالنسبه لي انا في اوقات احتاج مثلا اني انا اتكلم فيها مثلا مع زوجي انه في مواضيع مهمه نتناقش فيها بشكل عام، مو بس تخص مثلا البيت والاطفال، عرفتي؟ وفي اشياء مثلا خلاص يعني مثلا انت في حالك وانا في حالي مثلا ما نحب نسولف فيها. ايوه من جد، انا ممكن اعاني من حاجه انه اوقات كثير احب اسولف، واكثر شخص اسولف له عن اكثر مشاكل زوجي. احنا مره اصدقاء، ايوه علاء مره يعني هو صديقي، وعارفه اللي خلاص اي شيء افضفض له اقول صار كذا في الشغل صار كذا، هو من نوع اللي اف خلاص اسكتي انت، يعني هو اللي انا الثرثاره بالنسبه له. بس عن لا لا من جد انا الثرثاره بالنسبه له، اللي لاني بحكي كل حاجه تقريبا. هو بطبيعه فيها رجال، ايوه هو مره يطفش، صرت اطفش انا بطفش سدادات يعني. انا اطفش زوجي خلاص عرفنا ايش الهدية سدادات بالضبط. لا شوفي يعني انا بالنسبه لي ما كان شيء هذا وانا صغيره، كنت هوجس ايش راح يكون، ثقل دم ولا ثقل طينه ولا اللي هو، بس فعليا لما كبرت صرت كيف اقول لك اياها، انا ما اتحمل الناس اللي تتكلم كثير، اتعب. أوكي. يعني ممكن موضوع هذا الموضوع ايش كويس لكن قلت لي تحسدك يا رؤى، قلت لها لا والله ما بسر لك، بس ما اتحمل الناس اللي يتكلموا كثير. لكن وش تقصدين اني انا ثرثاره؟ لا والله ويلي قلت على هوا. لا 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 ما هو كذا، انا احس رندا فشلتني على الهوا. لا لا حاشا، شوفي يمكن لانه احنا بنتكلم مثلا في البرنامج لمده ساعتين، فخلاص تحس انك ترجعي البيت ما تبغي تحكي او ما فيكي تحكي، لين بس ما اتليست تسترجعي افكارك خلاص تبداي تفكري باشياء ثانيه غير مثلا فقرات اللي عندنا. والله شوفي انا هاديه واحب الطرف الثاني يكون هادي، انا مستمعه وابغى الطرف الثاني مستمع، فلكن تتخيلي يعني انت مستمعه وهو مستمع يعني ايش تصير؟ مين يسولف؟ والله العظيم لا والله انا تجيني فترات، تعرفون انا تجيني فتره احكي فيها كثير، بس صدقيني لما اشوف انه الشخص اللي مقابلني انه ممكن يسوي حركات، طبعا احنا نعرف الاشياء يعني يمكن لانه نقرا كثير بهالمواضيع النساء بالذات، فتلقون نعرف الحركات اللي هي ممكن يعني اذا انزعج مثلا، هذه لما يسوي لك كذا وانت تحكين يعني اسكت خلاص، الفقرات اللي حاولك الحركات اللي تبين انه هو خلاص طفش، صرفين نفسك بالضبط. شوفوا احنا سوينا تقرير طبعا بين الناس، خلونا نتابع هذا التقرير مشاهدينا ونرجع نكمل مواضيعنا. الحياة
العلاقات الزوجية قائمة على المشاركة والتفاعل بين الطرفين، وعند اجتماع زوجين بطباع مختلفة قد تقع بعض المشاكل، وقد يتأقلم كل منهما مع الآخر. على سبيل المثال، منهم من يميل إلى الثرثرة وكثرة الكلام، بينما يفضل البعض الصمت وقلة الكلام. أحب شركة حياتي تكون أكيد ترثارة، أسباب كثيرة من أهمها أنك تشاركك أكيد يعني أفكارك، تشاركك همومك كمان. كمان ترثارة أنت تعرف كل اللي في قلبها، الصامتة تكون صامتة ممكن تفجر في أي وقت يعني. أحب طبيعة الحال الزوجة الصامتة، لأن أنا شخص ثرثار جدا وأبي زوجة تكون تسمع لي ولا تتكلم فقط، وهذا السبب الوحيد اللي بختار زوجة صامتة، لأني أحب الكلام كثير مرة وأحب أفكر بصوت عالي. طبعا أنا أفضل الزوجة الثرثار، لأن أساسا لغة الحوار هي الأصل في التقارب بين الزوجين. ما أسمي ثرثارة، أهم شيء إن تكون إحنا محتاجين في عصر هذا، عصر كلها فيها كآبة وروتين مملها، لا نحتاج واحدة الله يسلمك اللي هي أم العيال على نسمي الله عليك، إن تفضل لها وتفضل لها. أما تكون مجرد صامتة، هذه أعتقد أنا بالنسبة لي أنا أحس إني راح أكون كئيب. أنا أرغب في شركة الحياة أنها تكون صامتة، لأن الرجل غالبا يكون في مجال العمل يكون في ضغط عمل، وإذا ترجع البيت يحب يكون مرتاح وفي وضع ريلاكس. خير الأمور الوسط، لكل مقام مقال، لا ثرثار ينفع ولا صرامت ينفع. ذهب الرجال على تصوير النساء باعتبارهن ثرثارات، وهذه النظرية حاول الرجل مرارا وتكرارا أن يرسخها إلى أن انقلبت عليه، فقد أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن الرجال هم أكثر ثرثرة من النساء. وفقا للدراسة، قال 55% من الرجال إنهم يثرثرون خلال فترة العمل مقارنة ب 46% من النساء. ويتصدر موضوع المشاكل العائلية قائمة الثرثرة بالنسبة للنساء، ويتبعه أخبار أصدقاء المدرسة، الموضة والأزياء وأخبار الجيران. أما قائمة ثرثرة الرجال فيتصدرها أصدقاء المدرسة، ومن ثم أكثر امرأة جميلة في العمل وترقيات ورواتب، وأخيرا انتصارهم على أعز الأصدقاء. دراسة ربما قد تكون صادمة لأغلبية الرجال، فعادة هم لا يحبون الثرثرة، لكن لكل قاعدة استثناء. وكما قال أحد الحكماء أن الثرثرة فن لا يجيده كل الناس، لكن إذا اخترتم أن يكون شريككم ثرثرا فعليكم أن تختاروا ثرثارا موهوبا بفن الثرثرة. حبيبي عجبك الموضوع، بس أنا أتوقع أنه سبحان الله مع العشرة يصير في موازنة، إذا كان الرجل صامت والطرف الثاني ثرثر لا يصير هي تتأثر به، يقل كلامه هو ما راح يتأثر بيها على لا فكرة. صح، أنا كده صلي عرفتي، فأحس أنه مع العشرة سبحان الله يتطبعوا الزوجين من بعض. حلو لما يكون ثرثار بخفف الدم يعني. أي. مره احكي يعني انت انت مو قصدك ثرثار، يمكن انت قصدك انه هو يسالف او يتكلم ودمه خفيف. حكواتي، شكرا. أي. عرفتي، لا شوفي انا اقصد عبير اللي حتى لو كانت في مشكله يقلبها الشيء ممكن انه انا اتقبله. أي. او انه اقدر احله بطريقه رائقه، غير لما انه انا اكون ثرثاره واسوي من الـ يعني من الحبة قبة زي ما يقولون. فهنا لا، هنا فعليا تشدين أعصابك، تشدين أعصابه، ويصير في توتر، ويصير في أصلا الموضوع والنقاش عقيم والثرثرة عقيمة بهالوقت. شوفي كيف التقرير اللي احنا عرضناه، حبيت السيدة اللي طلعت قالت في لغة حوار ما بين صحيح. الزوج والزوجة، أنا ما هسميها ثرثرة، أنا هسمي إنه أيوة حلو إنه مثلا تقدر أنت تحاولي معاه أو تشكيه وهو كمان يشكي لك أشياء زي كذا خاصة فيكم انتوا الاثنين. مثلا ممكن تكون فترة الالتقاء هذه اللي خلاص لما تكونوا انتوا هادين وجالسين في الصالة وشاهي وقهوة تسولفوا، مو حلو شاهي وقهوة وهو قاعد مثلا على التليفون وانت قاعدة على التليفون، عرفتي كيف؟ فأنا أحب هذا المواضيع وأحس إنه هي من جد لغة حوار جدا مناسبة بين أي زوجين. أيوه. وحبيت كمان النسب اللي طلعت إنه أسأل الرجال والنساء، الرجال السيدات 45% ما يسولفوا في العمل. أنا أتوقع عندنا إحنا هنا بنسولف كثير، بنسولف مرة كثير، بنسولف مرة كثير. إحنا نخلص كل عدد مو في عدد باليوم للكلمات، للكلمات هم يقولون إحنا الحمد لله بالعمل نخلص كل هالكلمات، نرجع البيت وهنا نرجع البيت خلاص. المفروض عبير لما تخلصينها ما ترجعين تسولفين مع زوجك. لا ما شاء الله بتجيب حق الأيام الجاية. لا لا، في إيش دعوة؟
باقي عندك بس طاقة؟ بس هي في حاجة، شوفي أنا في الخدمة الاجتماعية، الخدمة الاجتماعية أثرت عليك دراستك يا عبد؟ إيه طبعا أكيد لازم تأثر علي دراستي. شوفي أنا مرة أحب يعني تخصصي خدمة اجتماعية الحمد لله، مع إني دخلته بالغلط ترى، بس اللي حبيته فيه إنه تعلمنا فيها 6 أشياء من الأشياء اللي كيف تقدر أنت تحاور أشخاص، تختار الوقت المناسب. صح. يعني أحد الأشخاص في التقرير قال إنه أنا أرجع من العمل تعبان فما ابغاها تكون ثرثاره، هو صح معاه حق. احنا اول ما يخش من البيت الكهرباء قطعت، النور مدري ايه، نبغى مويه، نبغى خبز، نبغى لا ما يصلح، لازم تختاري الوقت المناسب، اهدي شويه، ارسلي له في الجوال لو سمحتوا انت جاي جيب معك مدري ايه. صحيح. بعد شويه لما يجي ويجلس ويتغدى وكذا وتخلص الامور قولي ترى الكهرباء خربانه، ممكن لو سمحت تصلح النور؟ فاكرين النور اللي حكيتكم عنه؟ اللمبة حقت الحمام يا جماعة، اللمبة حقت الحمام من الموسم اللي فات. شوفي أنا نقلت بيت ثاني إلين دحين اللمبة دي، اللمبة دي بتقرقع في قلبي كأنه معمول لعمل أنا في اللمبات. أوكي. طيب إحنا دائما إيش نقول عبير؟ نقول إنه زي ما ذكرت إنه اختيار الوقت المناسب، إنه الواحد يعني تنقى الوقت اللي يحكي فيه واللي يسكت فيه، مشكل الحياة ثرثرة. حلو الواحد دائما لما يعني انت ما تبغين احد لما انت مثلا تحكين يقاطعك؟ لا، انه لما انت تحكين تبغين صوت يرد عليك، ما تبغين احد بس مستمع. إيه يعني يستمع ويكون تحتاجين بالضبط. ايه تحتاجين انه الشخص يرد لك الكلمه. بس كلمه اخيره خلي كذا اقولها على السريع، زي ما كانوا بيقولوا انه للثرثره فن واصول. صحيح. انا الاكثر شيء يكون مزعج يمكن ترى كثر الكلام ما هو ممل، يمكن التفاصيل 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 وقت سرد الحكايه هي اللي تكون شويه مميته. بالعكس لما تكون جالسه مع شخص يعرف يعني يحكي قصص ويحكي مواقف باسلوب حلو، لا بالعكس يعني بها ونعمت. انا يمكن اذا حكيت قصه ادخل في 300 قصه جوتها عشان اقول لك القصه دي، فانا ثرثاره يا جماعه، انا من الناس الثرثاره. احنا نقول الله يعين زوجك عليك يا عبير. والله أيوة والله يعني لا والله محظوظ، والله محظوظ ما شاء الله. هو زي ما احنا دائما نقول انه الواحد يختار الوقت المناسب ويتنقى الوقت المناسب علشان يحكي فيه، هذا اهم حاجه علشان يدخل بالفن او فن، وعشان تقدري تقنعيه واشياء زي كذا. خلونا نطلع فاصل اكيد راجعين. بعد الفاصل الاحتفاء بنجاح موسم الطائف بالارقام والمزيد في بقاع الوطن. من الورود في شارع الرياض إلى أبها، ومنها إلى أبها إلى عسير والطايف، أكيد كانت أيام حلوة وحكاوي كثيرة راح نشوفها في تقرير بقاع الأرض من مجلة سيدتي. تابع التقرير. المدرسة تعا المدرسة تقول لك يلا تعال تعال يا ابن الحلال، لا لا ما في مجال، تعال تعال تعال. والله مشاعر لا توصف صراحة، كان عندي عائق بسبب الزواج وكذا، ولكن الحمد لله فرجت. وعندنا عيالك الحمد لله، وهذه ان شاء الله باذن الله بادره خير الحمد لله لكل الاشخاص ذوي الاعاقه انهم يستفيدون من برامج اسكان الحمد لله. ان شاء الله تنموي والف مبروك وتستاهل. الله يبارك فيكم ان شاء الله، وان شاء الله الجاي افضل باذن الله. الحمد لله ما عرفتكم الا ساعه تكفي انا العمر كله. الله يسعدك المبارك، الله يسعدك يا رب. ان شاء الله مشينا على الطايف، مشينا على الطايف، لا 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 مشينا على الطايف، مشينا على الطايف. يا جمالك يا هدف حبي فيك ما انتهى، ورد وروح حسن وروح من عاد، ورد وروح حسن يا عروس المصاب. خلينا على الطايف يا عروس المصايب، لا لا لا
شكرا على التقرير الجميل بقاع الوطن. يعني حبيت انه المدرسه تقول لك يلا تعالي ابن الحلال، هذه حاجه. الحاجه الثانيه الفعاليات اللي احنا كنا قاعدين نشوفها، طبعا زميلاتنا رؤى ورندا كانوا متواجدات هناك، وما شاء الله 70 فعاليه بدات. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. عساكم على القوه، صح كي يقولون؟ عساكم على القوه. حكونا شويه على اللي صار في الطائف وابها قبل لا ادخل في موضوع الاشخاص ذوي الاعاقه وكيف الاسكان قاعد يساعدهم. انا كنت في ابها، عفوا في الطائف، بدعوه من موسم الطائف. كنت ايامها رحت حضرت الماراثون، تحفة، شفت أقل ما يقال عليه تحفة فعلا. هو كان نفسي أكون موجودة. كان ألوان وكذا، وفعلا كان حلو فيه أنه الواحد قاعد بيرمي الألوان الهولي هذه، عرفتي؟ فكانت مرة حلوة يعني، كانت متعة، وفي نفس الوقت هو شيء فيها شيء صحي أكثر، أنك تمشي أول يوم 4 كيلو، ثاني يوم 7 كيلو، ثالث يوم للمحترفين 21 كيلو. جميل. طبعا رندا، يمكن أبها أو عسير بشكل عام إذا نبغى نحكي عنها نتعب لما نحكي عنها، من تنظيم، من إقبال ناس. طبعا زي ما احنا نعرف أنه الناس كانت تجي علشان تحضر هالفعاليات هذه. الضباب، هذا الضباب كثير ما أحكي لكم يعني ما حأوفي حقه، لأنه فعليا شيء خرافي. يعني إذا أحد عنده فن التصوير والأشياء هذه، الجو هناك كان مرة حلو، يساعدهم. صورت وشفنا التصوير كيف، يعني من جد حسدناكم على الجو الحلو اللي كنتوا فيه. بصراحة الأجواء كانت مرة حلوة فعلا. لما يقول لك سياحة داخلية، ففعلا تقدر تزور الأماكن هذه وتغير جو فيها. يعني من جد إذا حابب أنت تصيف هناك فعلا تقدر تصيف فيها. جميل. طيب خلونا نتكلم عن حاجة كمان مهمة، الأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا الحمد لله يمكن مؤخرا أو قبل كده، قبل 5 سنين تقريبا، كانوا الأشخاص هذول تقريبا ما حد أو فئة مهمشة، فئة منسية نوعا ما في جميع المجالات، سواء حتى كانت في الوظائف، وكان الناس كثير يستغلون في الوظائف. بس الحمد لله إحنا بنشوف الحين قد إيه صار لهم دعم، سواء كان في الوظائف أو سواء كان في التوعيات أو في المبادرات اللي تقدمها الوزارات. وزارة الإسكان مسوي شغل مرة قوي، وقاعد تدعمهم بجميع الأنواع، وأمير منطقة عسير ما قصر معاهم. الحمد لله قاعدين نشوف إنه بلدنا في تطور من شيء من أحسن لأحسن، اللهم لك الحمد. هؤلاء الأشخاص فعلا الحمد لله أصبحوا الآن ليست فئة مهمشة زي ما كنا نقول أول. أكيد. صاروا ناس موجودين، وصرنا نشوفهم، وصار لهم دور جدا كبير، وصار مو زي أول. لو تذكر أول في المولات أو الأماكن الخارجية، حدائق، الأماكن العامة، ما كانت مهيئة. كنا لما مثلا نشوف شخص وما كانت مهيئة، فعلا ما كانت مهيئة لهم، الحين لا، مهيئة لهم. وكنا أول لما نشوفهم كنا نستغرب ونناظر، الحين لا، صاروا أشخاص زين زيهم، صرنا نتعامل معاهم كأنه عادي، ما فيهم ولا شيء. وهذا الشيء مرة احنا ممتنين له. هم اكيد ما فيهم ولا شيء، واكيد اشخاص مميزين زي ما احنا دائما نذكر. واكيد لفتت لازم نشيد بامير عسير كيف وقف مع الشخص اللي ناشده انه يحتاج بيت، وزي ما شفنا بالفيديو انه لباله هالطلب فعليا، وحث وزير الاسكان انه هو يهتم بالاشخاص المميزين اللي زيه. طبعا وتكفل بزواجه وبعروسته خلال 72 ساعة او 82 ساعة لازم يكون كل شيء، أسبوع خلاص كل شيء يكون كل شيء تمام. حلو، يعني بعد كلامكم ما أقدر أقول أي كلمة بصراحة. إذا خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، وعد العساف تتحدث لسيدتي عن بدايتها في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا وعد العسافي طفلة تبلغ من العمر 11 سنة طبعا لاقت دعم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا هاشتاج اسمه وعد العساف. خلونا نشوف هالفيديو. في عذرب يطالع كذا، مفرش اللي ورا مرقع بس انه مريح، ما اقدر اتروب، غرفتي باقي ما كملت، وجبنا سرير جديد وما لها مفرش، ما أقدر أضغط على أبي لأن تعرفوا ظروف أبي وأمي، ما أبغى أضغط عليها لأنها عاشت شيء، أم وأب كل شيء بالنسبة لنا، ما أبي أضغط عليها. بعدين قالت هي جات عندي قالت بنفسها قال اشتري لك مفرش وأروح أشتري. علشان نتعرف عليها أكثر، وعد العساف أكيد معنا بالاستديو. حياك الله وعد. الله يحييك. هلا وسهلا، نورتينا. النور نورك.
طيب وعد قولي لي هالفيديوهات هذه الحلوه اللي انت تنزلينها على السوشيال الكيوت تعبير كانت حريصه انه انا اقول لك الكيوت وعد طبعا هذا اسمه على تويتر صحيح. طب وعد قولي لي ليش سموك كيوت؟ كيوت عشان خدودي يا عمري صدق خدودها سوا تنقص طب وعد قولي لي كيف بديتي؟ كيف حسيتي انه انت اي الان انا انشهرت الان الناس صارت تعرفني تتصور معي؟ أنا شهرت فيديو عفوي بسيط ما توقعت إنه راح ينشر طبعا أنا ما أشوف نفسي مشهورة أنا أشوف نفسي أي زي أي إنسان إنه ما تكون متكبرة ما أحب اللي يمدح نفسه بس ضد اللي ما أشوف نفسه شيء حلو يعني ايش مين هياكلها ولا ابدا تاكليها أيوه. امي تحبني احد ياكلني ابغى اكلها امي الله يخليها لي تحبني ما ابغى احد ياكلني ما ابغى انا احبك يا وعد ما شاء الله عليك تجنني ونعمه التربيه ويا بخت الله يسعدك ونعم حالك وما تمس النار ابغى اقول لك على شغله يعني الانسان ليه دائما شخصيات مختلفه على السوشيال ميديا بس انت تحسي ايش اكثر شيء كان ملفت للناس خلاهم يحبونك ويبغوا يتعرفوا عليك بشكل اكثر العفويه عدم التصنع ان تصورين انه مو لازم تكونين بذاك التكبر على طبيعتك عفويتك طيب بدون تصنع كيف يعني متكبره وانت تصورين شلون يبان لا لحظه خليها تقلدهم كيف يعني في ناس يبانوا هم صوروا ان هم متكبرات قلديهم يعني زي اللي ار 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 هذا النوع ما احبه مره كيف صدقتي اي وانها ترو شويه انجلش شويه عربي عربك شويه شويه تتكلم اي في بعض الناس ما تابعهم عشان يتكلمون انجليزي وينوعون بالكلام اسوي سكيب طب انت تتابعي مشاهير في السوشيال ميديا وتشوفي كيف يتكلموا ذكرتينا قبل الحلقه قبل ما ابدا معك الفقره انه انت كنت تصوري من زمان وانشهرتي فجاه بمقطع فيديو ما كنت يعني عارفه انه ممكن انا شفت مقطعين بس الفيديو المره الاولى انه ما كان مره زي هذه الفتره بالتويتر اولا فيديو تيك توك وهذه الاشياء انشهرت فيه بس كذا 2003 بعدين لما جاء هذا الترند مليون الحمد لله ما شاء الله ومليونين حاليا طب انت الشهره مو مخوفتك يا وعد انت عمرك 11 سنه لسه طالبه 12 عفوا عفوا 12 سنه عفوا يا جماعه لو سمحتوا بس نغيرها في الاعداد انه هي عمرها دحين 12 سنه بس انت بديتي عمرك 11 صحيح اي صار لي شهرين بس دخلت 12 صار لك شهرين دخلت 12 بس والله كل عام وانت بخير طيب انت مثلا مو خايفه من موضوع الشهره وانه انت بانك لسه تعتبري طفلة صغنونة وكيوت ولذيذة كده وعندك دراسة مو خايفة من موضوع الشهرة أو حاسة إنه هل هتكملي هذا الموضوع وتصيري مستمرة في التصوير وكذا ولا حابة إنه أنت توصلي فترة أو تسوي كده فترة وتوقفي؟ لا أنا ماني خايفة من شيء دام إنه معي ناس واقفين معي زي رفاه الله يسعدها وزي ماما فإذا كان معي سهم أو أحد يدافع عني ومعاي ووقف معاي أكيد ما راح إن شاء الله أوقف وإلى الأعلى إن شاء الله إن شاء الله يا رب حلو وياكم دايما وعد نقول إنه يعني الواحد لما يكون عنده ماما الله يحفظها أو بابا الله يحفظه أمين. فهو دايما الاعتماد الكلي صراحة بيني وبينك على ماما لأنه هي اللي تلقينا سبعين أمي الله يحفظها لنا صارت لنا أم وأب لأن أبوي توفى الله يرحمه وأنا باقي صغار يعني باقي في تفيت فأمي صارت لنا الأم والأب وتلاحظون أكثر السنابات دائما عليها الناس يقولون ليش ما تصورين مع أمك وكذا أقول إن مع أبوك أقول أبوي متوفي الله يرحمه أمي صارت لنا سند وعاشت مرة ورجال يا حبيبتي الله يخلي لك اياها يا رب امين وياك ونعم الام طبعا ام وعد الام الفاضله معنا عبر الهاتف اهلا وسهلا ام وعد ام وعد هلا ومرحبا اهلا وسهلا نورتينا النور نوركم يا عيوني الله يسعدك بسم الله عليها وعد يعني ما شاء الله ونعم التربيه ونعم الاخلاق من جد اللي احنا شايفينه من اول ما دخلت علينا الاستوديو سوت لنا بهجه وفرحه غير طبيعيه عشان كذا يمكن هذا الشيء اساسي وسبب رئيسي انه هي تكون من مشاهير في السوشيال ميديا وبصراحه تستحق اكثر من ناس ثانيه بس انت كأم احساسك لما وعد انشهرت وبدات ناس تعرفها والله اول ما بدات الشهره بصراحه اني زي ما تقولين خفت بصراحه كأزي او اي ام يعني ما كنت خايفة على وعد إنها لا تنجرف أو حاجة أو شيء ولكن استودعتها ربي شفت إن البنت مقبلة شفت اللي دعمها كثير اللي وقفوا معاها كثير مشاهير كبار ناس عطوني دعم قلت استودعتها الله
توكلت على الله. الله يحفظها لك. أم وعد، كنت حابة أسألك، يعني أول حاجة الله يحفظها ويخليها لك هي وخوانها، بس كنت أبغى أعرف يعني قد إيش وعد هي فاكهة البيت، إيش تغير فيكي، قد إيش هي بتعطيكي مثلا كذا يعني لطافة وقوة وإصرار في الحياة؟ وعد من أول هي فراولة البيت بصراحة. الآن صارت سلة الفواكه كلها، يعني دائما وعد لما تشوفني مضايقة أو حاجة أو تراعيني أو تجيب علاجاتي أو شيء، دائم 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 حريصة علي بكثير، والله يخلي لي إخوانها يحفظهم كلهم. البنات وعد قريبة مني يمكن من وفاة أبوها، يعني وهي أقرب شيء كثير تحس فيني تداري قلبها علي، وأقول الحمد لله على كل حال يعني. وأتمنى أن هذا الشيء، يعني أنا أتمنى الوعد قبل لا تكون مشهورة تكون قدوة لكل البنات، كل آبائهم وأمهاتهم، اللي ما في خير فيها له ما في خير مع الناس. أكيد أكيد، دائما نقول كذا، دائما نقول أنه الشخص إذا انشهر وتغير هذا أعرفي أنه سقط. أنا حتى أقول لها، أقول يعني حلو دائما الفخر لك يا بنتي إن إيه؟ دخلت الشهرة عن طريق شو اسمه البر يا بنتي، هذه أكبر فخر. الله يحفظها لك. أتوقع وعد تبغى توجه لك كلمة. أي أمي أبوي أساساً عطاها هذه الوصية أمي قبل ما توفى، قبل ما يتوفى الله يرحمه، قال لنا أنت سندنا في البيت، أنت سندنا في العائلة، أنت عشتي حياة مرة رجال. أمي أحب أقول أوجه الكلمة لأمي، الله يديمك لنا ويخليك لنا يما ويسعدك، ترى إحنا مرة نحب بس يما. يا حبيبي انا حبيت يعطيكي الف عافيه ام وعد، شكرا لك، شكرا طبعا شكرا انه انت متواجده معنا من جد، ونعمه التربيه وعد. يعني احنا نعرف دائما انه الشخص لازم يتوجه، يعني انت لما تدخلين وتنشهرين فجاه هنا ما تعرفين كيف تتصرفين، في دائما خطوط حمراء، اتوقع الوالده واقفه عليها خطوه بخطوه هالخطوط هذه. بس كمان انا انتبهت انه لك دعم من مشاهير وقفوا معاكي وساندوكي، ومن ضمنهم الفنان فايز المالكي. أبغاك تحكي لنا شوي مين اللي وجهك، مين اللي تميلين له أكثر؟ صراحة مشاهير كثير الله يسعدهم، وأنا أحضر إني أنسى أحد أو يعني ما أعطي أحد حقه أو شيء زي كذا. أنا بقول الحين أسامي اللي أنا ذاكرته، وما أحب أشكرهم الآن قدام الهواء مباشرة قدام الناس كلها. أحب أشكر ياسر الفيصل، وأشكر فايز المالكي، أشكر عبد العزيز بن فهد، الأمير عبد العزيز بن فهد، وأذكر بعد فايز المالكي، وأشكر ناس كثير كثير، وما ننسى فضلهم اللي ما شكرتهم أعتذر منهم، وبس لكم الشكر مقدم لكم الشكر. الله يعطيكم العافية كل بكم. يعني أرجع أعيد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله على تربيتك، وفعلا ما شاء الله الوالدة كانت الرجال وكانت المرأة، ويا بخت يعني من عاش معها بصراحة، وأنت هبة من الله كذا، ربنا جابك هبة للدنيا هذه ولمامتك كمان. شوفي أبغى أتكلم على فيديوهاتك، لأنه لما كانت بتقول ماما قبل شوي أني كنت أبغى وعد تنشهر عن طريق البر والقدوة، أنا أتفق معها. أول فيديو شفته لك لما كنت جالسة بتتكلمي عن ما لكم شغل في اليورا وفرش البيت وكذا، صحيح لا قالت كلمة هي استني، أيوة بس أنا الفكرة كانت أنه كنت أقول يا ليت لو كل البنات يعرفوا يراعوا ظروف أهلهم. صحيح. أنا بنتي صح. طلباتها كثير عرفتي، فكنت أقول إنه يا الله يخليك شوف يا حبيبي، قتلتني تقول الله يخلي لك مرة كيوت والله. فعرفتي يعني حلو هذا الموضوع، موضوع إنه الواحد يدي نصايح بشكل مرة حلو. صحيح، أنا ترى مو بس مرة هذا الشيء صار لي مرتين، إنه مرة كمان قالوا إنه ما في إنه ستارة وراك مو حلو شكلها، كنت حاطة شرشف إنك ما ننام يعني ما نعرف، فقالوا أنت كيف نامين بدون ستارة وكذا. فرحت أنا من نفسي، أنا وخالتي الله يسعدها رحنا اشترينا ستارة بدون ما أحد يتكلم، حطيناها وسكتنا. بعد كذا جاتني واحدة في الخاص، ليش كذا المفرش ليش كذا، أنا قلت عشان نكس يعني ما حد يعيب ويقعد هذا الكلام، قلت إني أتكلم عنها وخلاص نقفل الموضوع لأن هذا الشيء يضايقني ويضايق أمي. أنا تكلمت بعفوية وأنتوا حطيتوا مقطع وكبشة فوق
شفتها من قبل شوي. هذا المقطع كان فجأة كذا الأستاذ فايز المالكي نزله بالتويتر حقه وكتب تغريدة. بدأ يوصل المقطع ترند والحمد لله صار ترند أول على المملكة ومن كذا بدايتي. طيب احنا نشوف يمكن من هنا نوجه رساله واضحه جدا للجميع انه دعوا الخلق للخالق. يعني افضل انه كل واحد يراعي ظروف نفسه. انت عندك ستار، انت عندك مفرش مره كويس من روبرتو كافالي، مو شرط الناس كلها تكون عندها نفس المفرش. رجاء يعني رساله خاصه موجهه للجميع، لجميع الاشخاص السطحيين، وما عليك منهم اكيد، هذول الناس سطحيه. شوفوا بعطيكم الحين كلمه خليهم حلق في اذانيكم. طيب يلا قولي. كلام الناس السلبي أو السيء حطوه في أوراق وحطوهم تحت قدامكم، كل ما زادت الأوراق كل ما ارتفعتوا أنتوا أكثر. الله لا 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 برافو، أنت ما شاء الله عليكي، أنت يعني أنت مو دارسة جامعة أكيد، عمرك 12 سنة ما شاء الله. أكيد. لا بسم الله على قلبك. طبعا ممكن ندخل فني شوية يا جماعة؟ يلا. الفني اختصاصي. يلا. إيش وضع الكوكيز؟ الكوكيز طبعا السوق. ايش وضع الكوكيز؟ خربت الدنيا يا جماعه. الناس يقولون ان انت انتقدت الكوكيز ومن هذا الكلام، انا ما انتقدتها او اي شيء، قلت مو من ذوقي وفي ناس عطوا اكبر من حقه. صادقه. في بنات قالوا انه مره حلو وانه 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 ما كان ناقص الا انه يخليك تطير، ما كان ناقص الا هذه الكلمه. كثير مشاهير يعلنون يعطون ويقول لك إيه؟ مره لذيذ مو خصوصا انه مسوي كذا زي ما انت تقولي. اي صح. هذا مو بس الكوكيز، في اشياء كثيره بعد. في ناس يعطون الاعلان اكثر من حقه، واحنا اذا اعطينا الشيء اكبر من حقه يمكن يصير شيء ما يعني صح. اوفر زي ما صار بالكوكيز. انا قلت ان اعطيته حقيقته و خلاص. دايما انت شفافه يا وعد، دايما شفافه، دايما شوفوا انا يسمونه قاصف الجبهات، انا ما عم اقول قاصف الجبهات. لا بالعكس صح، ليش لا اقصف جبهاته. اي بس انا ما قلت اني ما كان قصدي اني اقصف جبهتهم، انا قصدي اني اعطيكم الحقيقه الصراحه. هذا الشيء في ناس كثير تندموا على الاعلان اللي، لان في ناس يكذبون على الناس عشان بعد كذا الناس يصيرون مصلحه. اي صحيح. يستغلونهم تقصدين. اي استغلال. طيب شوفي، حلو دائما الواحد لما يكون صريح. فانت شوفي انا حبيت كل حكيك، بس دائما يا وعد حنا ما نشوف الانتقادات السلبيه. اي احد سلبي حنا ما نشوفه اصلا. ليش تفتحين العام وتشوفين رسائل الناس؟ يعني ايوه لا تفتحي صح وارتاحي. حتى لو جاكي على تويتر والاشياء هذه، دائما نقول هذه الاشياء ملغيه. بس وعد يعني مو معقول انه انت كل الفيديوهات ما في فيديو لك انت حبيتي. انا لاحظت قبل شوي قلتي انا ما احب اسمع صوتي. صوتك أي. مره جميل، صوتي حلو، بس الواحد يستحي لما يسمع صوته ويكون مسكون وحالته حاله. تقصدني تقصدني بقوه. ايه ترى مو بس انا اللي ما احب هذا الشيء، في بنات كثير الحين قاعد يطالعون ما يحبون يسمعون صوتهم في اي شيء، يعني خصوصا اذا كانوا تعبانات في التسجيل. يعني كمان ابغى اسالك عن حاجه، ما تدخلت بالعرض لان جالسه بفكر في شغله. دائما اشوف لك سنابات مره حلوه، خصوصا لما تحطي الروج الاحمر، تختاري درجه ممتازه. احمر 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 هذا احمر احمر. ترى كان في يدي، لو في يدي بعد مو ماما كان حطيت عنابي. يا اوكي طيب اوكي. انت كذا ماما ماسكتك يعني اوكي. ايه هذا فصلة اخر الليل تعرفونها كلكم اكيد قد مريتوا فيها. فصلة اخر الليل اللي تقومون تطخون 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 تصورون. ايه طبيعي جدا. وبعد الحمد لله تطخون. ايه هذا طبيعي جدا. هذه دائما اسويها، الاحظ انه بدا يعجبني هذا الشيء. هو شيء كذا بعدين تندمت لما شفت فيديوهاتي. يا عمري ليش؟ اسمعي والله الدرجه مره حلوه. انا بعد تحت الهواء بس قولي لي ايش الماركه كذا. من ابو ريالين. هي ما عليه، من ابو ريالين ولا من ابو كم، انا وانت بعدين نتفاهم. بس لونه مره حلو. بس انتبهي لا يكون مقلد. ايش شايفك؟ لا امسحها على طول. ان شاء الله. هي تحط لك خبال اخر الليل، خبال على طول نمسح عشان ما يجلدونا. اوه حلو. طيب خليني اسالك كمان يا وعد حاجه مهمه. انت دحين عمرك 12 سنة بالصلاة على النبي، ايش حابة لما تدخلي الثانوي كذا تكوني؟ ايش تبغي تصيري؟ ايش تبغي تدرسي؟ ايش امنياتك؟ انا امنيتي ان لا طموحي لما اكبر او الشيء اللي ابغى اسويه إيه؟ ان ابغى اكون مصممة ومنسقة ازياء، لان هذا الشيء مرة احبه. تبغى تكون مصممة ومنسقة ازياء؟ ايوه. واو حلو. اوكي ابي يكون عندي بوتيك ميك اب ارتست. حلو.
وبس لان كذا اوفر خلاص كذا اوفر حبيبي اي لان بيكون عندي مليون شغله لا كذا مره مره حلو طب انت قاعده تسوي شيء دحين قاعده تسوي شيء دحين يعني خاص فيكي شغل خاص شيء تبغى تقولي لنا اياه احنا ما خبرنا على متابعيني انا بس في يمكن افكر افتح بوتيك قريب حق ميك اب وتصميم ازياء واشياء زي كذا حلو هذا قريب قريب عاد حصريا البرنامج سيدتي اكيد اي صح بس إيه؟ واعزمكم كل بكره تجون عندي خلاص انا موجوده لا ايش دعوه ما تنسى وايش رايك كمان تصير تلبسينه يعني كل يعني كل حلقه في الهواء تصير مثلا انت تختاري لنا انواع ملابس معينه إيه؟ يلا هذا العبير هذا الرؤى وهذا الرؤى ايوه يصير الحلقه برعايه ملابس وعد أيوة. طبعا كذا نكتب كذا في التتر في نهايه أيوة البرنامج إيه؟ نكتب ايش تبغى تسمي البوتيك إيه حتى الان ما جات تصدقوا ما جاء على بالي ايش اسمي لا راح يكون اسم متعلق بيومياتي وسنباتي مو انت يقولوا لك كيوت الناس اي كيوت بس مو كلهم انت مشهوره في تويتر والله حلو بوتي بوتي كيوت كيوت هذه كلمه معروفه نبغى كلمه غريبه عرفتوا ايوه صح طب شوفي انا عندي لك اقتراح مو انت عندك تويتر قولي للناس بما انك الان اعلنتي انه انت تبغين تفتحين بوتيك صح قولي للناس ابغاكم تختارون لي اسم غريب نسق لي 7 سنوات او 5 سنوات هذا مو حاليا ما راح افتح حاليا باقي ورع على ذا الاشياء قصدك انه انت تمشين بالخطوات إيه؟ بالخطوات وكل ما لا اتطور اكثر فهذا الشيء طبيعي انه تتطور يمكن اغير افكاري ترى كل يوم لي طموح كل يوم لي فكره فيمكن اتطور واغير الفكره واغير المحتوى صحيح الانسان لازم دائما يتطور انا مره اتفق معاك انا حابه اسالها سؤال اخير لوعد انت قلتي المحتوى وانت مشهوره في السوشيال ميديا صح ايش حابه يكون المحتوى حقك؟ ايش تبغي توصلي للناس؟ ايش تبغي تقولي للناس؟ في الحين احنا شايفين كثير من الاشخاص على السوشيال ميديا احنا كعالميات بنشوفهم بصراحه محتواهم غير هادف وما له داعي. اوكي؟ انت محتواك ايش حابه انه يكون؟ تتكلمي عن ايش؟ غير انه انت اوقات تسوي ميك اب انا المحتوى حقي مش هادف يا وعد. لا ما نتكلم عن هذا الكلام. انا اللي قلت لك قبل شوي انك ما يصير انك ما تشوفين نفسك شيء. صحيح. لا انا اي انت تقولين لا خلاص بتجبهت لو سمحتي معلش بتجبهت يعني لا يا وعد انا انزل اشياء بس مش زيك انت تنصحين الناس وتقولين لهم انه لا تتكبروا بس اهم شيء انه ما يكون شيء يضر المجتمع ابدا لا انا جالسه اصور اشياء مو معنى انه شيء يضر المجتمع انه مو بهادف او شيء زي كذا لا طبيعي محتوى طبيعي زي اي بنت في الدنيا اوكي جميل طب اخر سؤال والله ابغى اعرف صحباتك في المدرسه ايش كيف كانت ردة فعلهم لما انت صرتي مشهوره وكيف كانوا اول معاكي وكيف صاروا بعد اصدقائي ما تغيروا المدرسه خصوص شيء ثاني يعني لهذا ما عادي يعاملوني كاي طالبه ما سووا ردة فعل كبيره حتى ما جاب طاري الشهره ولا مره وصحباتك نفس الشيء اي نفس الشيء يعني صحباتك كمان متواضعات اي متواضعين احنا دائما نقول متواضع لله اسمحي لي رؤى متواضع لله رفعه اسمحي لي عبير شو اخبار بيشا؟ بيشا والله حر ايه ونفسي نفس الجو بس هناك ليش دائما تقارنين هالمقارنات؟ شوفي البشوت وش اخبار البشوت؟ وش اخبار الجلابيات؟ البشوت طبعا هناك عندنا شعبيه بسيطه وعلى نيهاتنا شالكي يعني شالكي ذيك البارده الخفيفه لا لها رسمات بشت نوع شالكي يعني لا مش البشت العبير لو سمحت احاول اشرحها الجلابيه هي ضعيفه ما فهمت ما فهمت وش تقولين انا لحظه بالله يا ابغى زين جلستي عشان افهمها وش جالسه اقول في امهاتنا الكبار يلبسون جلابيه اسمها شالكي هالجلابيه هذه امك تعرفها أكيد. طيب فهذا اللي انا اقصده بس انا اقول لك ايش الفرق ليش دائما تقارنين بين الرياض وبين بيشا مع ان بيشا حلوه هناك شعبيه يطلعون قميص نيوم يطلعون باي شيء هنوم عادي هنا الوحده يطلع لك البشت برج احمر شدوا لهينا الله يعمل لك عقده دروج الاحمر اتمنى انه ينلغي من الاسواق شدوا لين فين؟ لهينا انت يا حبيبي انسانه رائعه ما شاء الله لا انا مره مبسوطه انك انت كنتي معنا اليوم وشكرا لماما انه يعني سمحت انك تكوني موجوده معنا انا رندا وعبير كثير انبسطنا بكلامك من جد تكوني زي ما انت دائما شكرا انا اتابعك على سناب على فكره
خلاص اجل نتراس ونطق خوه خلاص تم ما عليكي. طيب خلينا نطلع فاصل مشاهدينا، حنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، ما هي حقيقة أسعار تجميل الأسنان المبالغ فيها؟ انتشر في الآونة الأخيرة مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لأخصائي يتكلم فيها عن الأسعار المناسبة للأسنان. خلونا نشوف المقطع هذا، مقطع الفيديو، ونرجع نكمل معكم حديثنا. أول سؤال دكتور إذا تسمح لي، تفضل. هل يوجد شيء اسمه ضمان مدى الحياة؟ لأنه كثير من المستوصفات قاعد تسوي إعلانات ضمان مدى الحياة. أبداً أتحدى، واللي يقول لي الشيء هذا يجيني. أنا موجود جامعة الملك سعود كلية علوم طبية. يعني كذب، أي إعلان فيه ضمان مدى الحياة كذب. أبداً أتحداه. يا سلام. طيب بسعود، هذه أول واحدة كشفناها، لا يوجد شيء اسمه ضمان مدى الحياة على الأسنان أبداً، وأي واحد يقول ضمان مدى الحياة كذبوه لأنه ما فيه صحة. طيب السؤال الثاني، ما فيه صح، ما في مدى الحياة. يا سلام. طيب السؤال الثاني لو تسمح لي، كم جميل جدا عشان نتكلم أكثر عن المصداقية الحقيقية لأسعار الأسنان وتجميل وعمليات تجميل الأسنان، معنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور سعيد الشهري. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك، نورتنا. الله يسلمك. دكتور سعيد، زي ما أنت شفت معنا مقطع الفيديو كانوا يتكلموا أنه الأسعار مبالغ فيها واللي قاعد يصير مبالغ فيه، في البداية خلينا نسألك عن رأيك في هذا المقطع، هل صحيح هذا الكلام؟ والله خلينا نبدأ من البداية، الموضوع يطير يعني في الحديث يطير في هذا الموضوع خلص. اللي هو مهنة طب الأسنان هي مهنة حرفية، نعم. يعني كباقي المهن ويحق لصاحبها يعني الكسب منها كباقي، نعم. الحرف. موضوع أنه بمئتين وخمسين ريال هذه صراحة ما وفت حتى يعني لا قيمة التركيبة ولا قيمة العيادة تبنى، أول حاجة في إيجار، في طبيب، وفي تمريض، وفي تكلفة مواد، وفي تعقيم، وفيها اللي هو التركيبات، التكلفة موظفين نعم. فممكن التكلفة هذه سابقا قبل تتطور المواد، نقول ممكن أسعار المعامل تتراوح حسب الجودة، يعني كل معمل له جودة في التركيبات. فمع طب الأسنان الحديث تطور الموضوع في المواد والتقنيات الحديثة في طب الأسنان، فبالنسبة للتكلفة أنا أشوف غير صحيح، ما هو 250 ريال، مع أنه كان بيتكلم كمان طبيب أسنان. ما أدري، يمكن هو بعيد عن السوق في الفترة الحالية هذا، لأنه الأسعار حاليا يعني خلينا نقول تكلفة المعمل فقط، أنا أقول معمل جودته عالية من 450 إلى 1000 أو 1500، هذا لوكال يعني كمعمل داخل السعودية، إذا خارج أغلى من كذا. فهذا بالنسبة للتكلفة حقتي. طب دكتور سعيد، يعني إجمالا من المعروف أنه تجميل الأسنان بالفينير لومينير مهما كانت بالعدسات هي مكلفة وغالية، ايش السبب وراء تكلفتها هذه؟ هي في اسعار متراوحه قريبه من بعض، بس ليش دائما انه معروف اذا والله ابغى اسوي صف واحد 18 ولا ب 15000 يعني؟ طيب بالنسبه لاختلاف الاسعار في تجميل الاسنان حاليا، اول حاجه هي يختلف من طبيب لطبيب يعني، تمام. في اختلاف المواد والجوده اللي يعطيها الطبيب لمراجعينه، برضو نوعية العدسات أو التركيبات اللي يعني بيعطيها الطبيب المراجعين في الموضوع هذا. الآن طب الأسنان تطور كثير، يعني كل فترة وفترة ينزل شيء جديد. الآن الترند اللي صاير اللي هو الناتشرال، كان أول هوليوود، قبله كان طلع في فترة فاكرين في الكريستال اللي كان بينحط على الأسنان، صحيح. قبل الفينيرز هو شيء قديم جدا موجود من الثمانينات، يعني مو شيء جديد، لكن انتشر وأصار الآن ترند بشكل فظيع. الآن بالنسبة للتكلفة، في أول حاجة نبنيها أول حاجة كتعقيم للعيادة، كالعيادة نفسها، يعني كالبيئة اللي فيها العيادة نفسها، الجودة والمواد يعني الطبيب، هذه كلها تعطي التكلفة النهائية للفينير التركيبة. إحنا دائما لو جينا سألنا أي شخص يقول لك كم، أكيد ما قد جلس أحد على الكرسي حقه لو سألك كم. قبل ما يسأل كم، حنا نعرف أنه في فرق بالجودة بين الأعلى سعر والأقل سعر، نبغى نعرف الفرق فعليا، إيش الفرق بين الأعلى سعر والأقل، وكم فعليا تكلف. طيب بالنسبة، أنا دائما أشوف السوشيال ميديا في عروض صراحة، يعني
بالضبط. خيالية، مو هو ما تصدق في عروض 3000 ولا 4000. فأول حاجة كمثال التركيبات أنواع كثيرة ومواد كثيرة. خلينا ناخذ مثال على الفينيرز. الفينيرز في أنواع كثيرة، فيه اللي هو الكومبوزيت فينير اللي هو حشوات تجميلية، فهذا أقل سعر وأقل جودة لسبب تصبغها، يعني بعد سنتين خلاص المريض لازم يرجع يعيدها، إذا خصوصا إذا كان كمان سموكر أو بيشرب قهوة كثير ممكن في أقل في سنة. فهذا بالنسبة للكومبوزيت فينير فهي أقل سعر. للأسف في شوية غموض في العروض هذه، انه يذكر انه فينيرز بس ما ذكر ايش النوع هذا. ففي انواع كثيره الان في الفينيرز بحر، يعني حتى بيقولوا ايماكس، الايماكس كمان انواع واشكال، والماني والالماني كمان انواع. فهي مو يعني بس على الفينيرز، كلمه فينيرز فينيرز يعني مواد وتراكيب، ونفس الماده هي بودره يعني في النهايه زي الرسمه، في تختلف من رسام لاخر. يعني لو تعطي رسام ألوان وتعطي رسم ثاني وشخص ثاني ألوان، ما هذا رسمته بتختلف عن هذا، في هذا يأخذ تكلفة أكثر وهذا تكلفة أقل. هي نفس الفكرة. الآن تطور طب الأسنان أصبح من مهنة يعني طبية أكثر إلى فنية يمكن وطبية في نفس الوقت. فهذه هي الأسباب يعني التكلفة، اختلاف الأسعار. طيب دكتور سعيد، بشكل عام أنت ذكرت لنا أنه تطور طب الأسنان وكان في أشياء من الثمانينات الآن استحدثت مؤخرا. لو نتكلم شوية عن العمليات التجميلية للأسنان بشكل عام، إيش هي آخر النصيحات أو آخر بالضبط العمليات اللي صارت متواجدة أو متوفرة لطبيب الأسنان هنا عندها في المملكة؟ بالنسبة للتجميل عموما في الأسنان، أنا أحب يعني وأفضل انه نفس الشخص يهتم في اسنانه، لانه الاسنان الطبيعيه ما في اجمل منها، ما في اجمل من خلقه رب العالمين. لكن اذا ما عندك ظروف مثلا تحدك على التجميل، يعني يجوني مرضى ما عنده اي شيء واسنانه كويسه يقول ابغى فينيرز، فممكن بالتبييض نحل الموضوع هذا. ما انت يعني تنازل عن شيء، يعني ما عندك لا سوشيال ميديا تطلع عليه ولا ما عندك اي شيء، خلاص حافظ عليه، ما في شيء يحدك على موضوع التجميل. فخلي الطبيعي. فالان حتى الترند اللي صاير الان اللي هو الناتشر، صحيح صار الناس يعني كان في البدايه هوليوود تو ماتش بليتش يعني الابيض، فالان تقريبا في عيادتي بين كل 10 مرضى يعني يجيني مريض واحد نيو وتسعه ريدو اعاده. حط واحد على اللستة يا دكتور، ضيف واحد على اللستة. دكتور في أشياء كثير بس اسمحوا لي كمان هذه النقطة لازم نذكرها. بما أنه تطور الطب وتطور طب الأسنان، إيش معنى إبرة البنج ما تبغى تتطور؟ ليه مو قاعدين نفكر يا جماعة في إبرة البنج؟ والله إبرة البنج أول حاجة أنا أشوفها نعمة من رب العالمين، يعني بدون الإبرة ممكن ما حد يقدر يصلح أسنانه. تطور فيها موضوع لكن ما في زي الكلاسيك يعني. في الان شو قاعد اتابع في شغلات جديده لكن لسه ما وصلت يمكن هنا في السعوديه، وما لها وكيل، ونفس الشيء بالفكره ما راح تتقبلها الناس لان منظرها هي اصعب. هي ابره بتخش في البون نفسه في العظم، اوكي، بتخدر مثلا جهه كامله بتخدرها خالصه، ف ابره تدخل في العظم دكتور سعيد؟ في العظم هي دريل، بس ما راح في يعني احنا بنشوف في اوروبا والدول المتقدمه يا جماعه، في اوروبا والدول المتقدمه نشوف في ناس يحطوا لهم هاي الاكسجين الغاز الضاحك، غاز ايوه ضاحك، مبسوطين هم جالسين يتالموا في الحقيقه. هذا نستخدمه لحالات معينه مو كل الحالات. ليه؟ هو اكثر شيء غالبا للاطفال. البنج عموما هو لو يعني طبيب متمكن ما راح المريض يحس بالبنج هذا. للاسف هو صار فوبيا بين كثير من المراجعين، يعني بيشوف بس البنج بيخاف اكثر، يقولوا في الم يقول ما في الم، هذا عندهم عقد قديمه من الامهات. بالضبط صحيح. طب دكتور بالنسبه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ما بين كل 10 يجيك تجيك شخصيه حاله واحده اللي هي نيو شيء جديد تبغى تعمل، هذا الباقي كله تعديل. التعديل هذا ايش الخطوات حقتها؟ يعني مثلا الواحد مركب اوريدي فينير لومينير ويبغى يشيلها ويركب الثانيه اللي هو الديزاين الجديد للناتشرال سمايل، هذه ايش الخطوات اللي الواحد يشيل القديم؟ طيب بالنسبه لي انا في الحالات هذه، اول حاجه في نوعين، في الريدو
يا يعني المريض يكون مخبص قبل في عيادة قبل، فهذا يعني أصعب شيء صراحة لما لي في العيادة، إنه أول حاجة يجي المراجع مصدوم من التجربة السابقة، كمان أنا يصعب علي أن يقنعه ويعيد في التجربة، يخوض التجربة هذه مرة ثانية. النوع الثاني من المراجعين اللي هو زي ما تفضلت أنت إنه ريدو يبغى شيء أجمل وأفضل الآن الحديث. أول ما يجي المراجع نأخذ أشعة شيك على صحة الأسنان اللي تحت أول حاجة. يصعب على الطبيب يعطي إجابة هل يعني يحتاج علاج عصب في بعض الحالات أو لا، لأنه بعد هذا شيء حي يعني ما أقدر أتحكم فيه أنا، فبعد ما ينفك يبان معي في الموضوع، فهي أصعب من البداية. خصوصا الطبيب اللي قبل يعني كيف كمية البرد اللي عملها، هل راح يرجع فينيرز أو عدسات يعني أو راح يتحول إلى كراون تركيبة كاملة، فهذا يعتمد على الطبيب السابق في الإجراء. بعدها بالنسبة لي أخذ صور، أخذ ورضة من المراجع إيش اللي حاب يوصل له ويتمح له في الأجسام الجديدة. بعدها أنا أرسل اللي هو الطبعة للمعمل تبعي يعمل لي نيو ديزاين على الشكل الجديد اللي يبغاه المراجع. بعدها نسوي نشيل التركيبات شيكة صح، نعالج الأساس كامل صح، بعدها نحط اللي هو المؤقت تجربة، خلي المراجع يتخيل شكله، ما راح يكون نفس الفاينل لكن قريب جدا كأطوال وحجام للأسنان للفاينل، يتخيل شكله يشوف يعطيني الفيدباك تبع رأيه في الموضوع، يبغى ينقص يزود يطول ياخذ رأيه عشان أنه قرار التجميل ما عاد فيه خط رجعي صح. فبعد ما يعطيني رأيه خلاص ناخذ المقاس النهائي نرسله للمعمل، المعمل يرسل له التركيبات تنتهي وتنتهي القصة. هل تدوم مدى الحياة؟ ضمانات مدى الحياة جد. بس لا دكتور، احنا نعرف انه ما في شيء يدوم او ضمانه، ما انه يقولوا كذا تصدقي المدى الحياة، لا صعب في ناس يعني يقول. صعب هو علميا الدراسة تقول من 10 إلى 20 سنة صحيح، هذا علميا. الأسبوع الماضي في العيادة جتني حالة من 22 سنة أوكي. ما شاء الله تبارك الله يعني ما أنا من 9 سنين دكتور، يعني أنا إذا بجي على حالتي أنا من 9 سنين ومرة مرتاحة معها ومبسوطة، بس إنه بغيرها يعني كذا بس لأنه أنا بغير. بس في ناس الآن ما يعرفون إيش الشيء اللي هم مقبلين عليه، مثلا يشوفوا أسنان الناس اللي تصوروا كذا مبسوطين اوكي، بس ما يعرفوا انه فعليا لو انت مالك يعني ما في داعي انه انت تعملها لا تعملها، يعني اذا اسنانك حلوه ممكن تبيض ممكن اشياء في خيارات كذا. النصائح اللي انت تعطيهم اياها طيب، اغلب المشاكل تجي او المراجعين يجوني عليها فراغات، الفراغات تنحل في حلول ثانيه غير الفينير اللي هو البارشل فينيرز احنا نسميه نص فينيره، مو كل حالات يعني يزبط لكن في حالات معينه بيطلع عليها كويس. تجي نص بنيرة تقفل الفراغ كما يحتاج لا برد ولا أي شيء، تقفل الفراغ ممكن مع البليتشنج خلاص يعني اللي هو تبيض ينحل الموضوع كامل. يعني صعب اللي يعطي أشياء كثير في لازم أحتاج إلى كشف يعني عشان أعطي الإجابة الصحيحة في الموضوع. إجمالا أنا دائما أقول دكتور الأسنان لازم فعليا الواحد يسأل من هالدكتور اللي حاروح له، ما يروح لدكتور تجاري صح 100%، لأنه الأسنان هذه إذا راحت ما عاد ترجع صحيح. أنا أشكر وجودك اليوم معنا دكتور سعيد، وشكرا على توضيحك لكثير من الاستفسارات والأسئلة. الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. مشاهدينا حنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل كيف تتعامل السيدات مع تقدمهم في السن؟ يعني التقدم بالسن ممكن مش ممكن، هو كلنا نتقدم بالسن، بس كيف نتعامل معه؟ في ناس تعدي هالمرحلة هذه وتعدي الفترة، يعني إذا تبغون تعرفوا واحدة إنها واعية وعاقلة اسألوها كم عمرك؟ أتحداكم إذا جاوبت. يمكن قبل فترة بنات شفنا صور سوسن بدر طبعاً. كانت كثير كثير جميلة رائعة. وكثير رائعة بشعر الأبيض، يعني أحس أنها تبغى تبين حاجة للناس أو حاجة للنساء بالذات أنه أنت مهما كبرتي بتظلين مرة جميلة. ويمكن كمان شفنا ناس مرة ثانيين برضو كانوا يعرضوا صورهم يعرضوا أنشطتهم وإنه إيش كيف يتعاملوا مع تقدم العمر. اليوم راح نتكلم أكثر أكيد عن هالموضوع مع الأستاذة نجلة الفهد، حياك الله نجلة. يا حلو سهلة، حياكم الله جميعا، يسعد مساكم مساء المجتمعي.
شوفي هذا وسواس احسه، ما بي اكبر، طلعت لي هنا شيء ليه شيبه، هذا انا مشيبه من وانا صغيره يا نجله، يعني المفروض انه انا يعني يجيني ذا الهاجس من وانا صغيره. الشيبه الحين ما عاد صار كبر، الحين الكل صار بشيب، اللي عمره 17 18 صبغات وطبيعه المواد الكيماويه اللي احنا نستخدمها هذه الاشياء، ما عاد صار لها علاقه. حبيت كلمه وسواس، بس هي هو مو وسواس، يعني البعض ممكن يتجه انه يكون رهاب، فوبيا فعليا، يكون فوبيا وهلع من فكرة الكبر في العمر. وهذا يرجع لسماته الشخصية، يعني كلنا أعتقد عندنا شوي هذا الهاجس اللي أوه حكبر سنة، إيش سويت، إيش أنجزت، إيش حطيت. هذا مرة طبيعي ومرة جميل أصلا، الإنسان يكون دائما واعي إنه يبغى يطور نفسه ويبغى يسوي أشياء مثلا المستقبل، فهذا شيء مرة ممتاز. بس لما يكون الموضوع فقط خوف بدون إنجاز، هنا يتحول الموضوع لفوبيا، انت بس خايف. طيب ايش خايفه منها؟ مثلا يجولي على العياده، وحتى امس لما نزلت في سناب انه حتكلم عن هذا الموضوع، الكثير صاروا يسالوني فعليا انا عندي هذا الخوف، وحتى من ناس يعني قرايب لي وكذا، انه انا عندي هذا الهاجس، عندي هذا الخوف من الموضوع. يمكن اكثر نقطه واللي دائما انا الاحظها خاصه في العياده، انه الناس اللي عندهم شخصيات قلقه، سمات شخصية قلقة، الشخصيات اللي دائما تقفز للاستنتاجات وللمستقبل وللغيب بطريقة شوي سلبية، انه حكبر وانا ما انجزت، انا ما تزوجت، اخاف اقعد لحالي في النهاية، وتقعد تسوي سيناريو مرعب للقادم، انه حكون لوحدي وحكون تعبانة وحد يشيني، وخاصة لما يكون عندها مثلا صور لاشياء واقعية، مثلا جدة حولها او احد او سمعت قصة او، فخلاص يرتبط في ذهنها، او حتى الناس اللي عندهم خوف فوبيا الامراض او الموت، فما كبرت معناتها حموت، الواحد ما يعرف متى هو الموت، كلنا خايفين منه. طبعا وهذا امر طبيعي، ما يعرف عمر في الاخر. بس نجلاء، يعني بنعرف كل مرحلة عمرية لها جمالها، لها ملامحها، لها علاماتها الطبيعية. في مرحلة معينة اللي هي في الثلاثينات، 35 37، تبدأ السيدة تراقب نفسها كثير على المراية. الحين صار في بوتوكس وفيلر والأمور تمام، بس فعليا كثير نوقف قدام المراية، وزي ما قالت رندا، نحاول نقارن وجهي صار هزيل، خدودي صارت نازلة، أيوة فعلا ندقق ملامحنا تغيرت، ونخاف نفقد جمالنا اللي كان قبل 5 سنوات. أيوة. طيب يعني هذا الخوف، يعني ما بقول وش سببه، كيف الوحدة ممكن تتعامل معه؟ ممتاز. طبعا مسألة حب المرأة للجمال هذا أمر مرة نورمال وطبيعي، كلنا نحب الجمال. خلوني بس قبل ما أنتقل لهذه النقطة لأنها مهمة، متى يتحدد عمر الشباب أو إيش هو عمر الشباب؟ يعني في المنظمة العالمية للصحة قالوا إنه من عمر 25 سنة أساسا إلى 66 سنة شباب. صحيح. يعني كل الأمهات اللي قاعدين يشوفوني الآن أنتوا شباب لسه. بالضبط. فلازم نعرف أول شيء إنه أنت تحكم على نفسك هذا الحكم. صحيح. يعني مش عمرك، مش الرقم. نرجع لسؤالك، عادة لما يكون الشخص عنده مبالغة، هوس في شكله، في مظهره، طلع لي تجاعيد، طلع لي عاد، طبعا كلنا نحب الجمال زي ما قلتي، حنروح نعمل بوتوكس وفيلر، كلنا نعترف بهذا الامر، ولكن لما يكون هاجس مبالغ فيه معناته انت عندك مشكله في تقديرك لذاتك. اي كيف احنا عندنا عاده، اللي انا دائما احكي، عندنا 4 أشياء اعمده، دائما اقول هذه اعمده، لو اختل منها واحد الثلاثه حتعزز باقي الخيمه او هذا البناء اللي احنا حاطينه. لما يكون المراه بانيه فقط تقديرها لذاتها على مظهرها، فهي حط عمود واحد، هذا العمود حيختل، حتسقط. صحيح. فيكون أنا عندي بس مظهري، جسمي، حملت ولد، طلعت لي كرشة، طلعت لي تجعيدة، طلع لي لغلوق، طلع، خلاص أنا حمود. لغلوق. وهذا أكثر شيء أنا قاعد أسمع، لغلوق قدني في السوشيال ميديا. فكثر من الناس يحكون عن هذا الأمر، فصار زي الهوس أنه أنا بس مظهري هو اللي بيحكم. إحنا عندنا المظهر وعندنا الجانب الاجتماعي، سمعتك، وضعك، أولادك، حياتك، وعندنا الجانب المهني والعلمي، إيش قدمت كثقافة، إيش قدمت كعمل، إيش قدمت، وعند الجانب الروحي، الاتصال مع الله سبحانه وتعالى وهذه الأمور. إذا أنت منت معتمد فقط على شكل، أنت منت مظهر فقط، أنت عندك أكثر من جانب. وأرجع أقول، وهذا ما يعني أني أقول لا تهتمون، كلنا نهتم. يعني أنا عندي الوالدة الله يطول لي بعمرها، إلى الحين لما تجي تطلع لازم مناكير وزي لون الرجلين عزكم الله، ما شاء الله جميلتي الحين تابعني، وجه لها تحية. فحلو أن الواحد يهتم في مظهره وفي جماله، أن الله جميل يحب الجمال. صح. بس ما يكون هذا الأمر أوفر، شاغل أنه ما حيقدروني الناس إلا لما أكون حلوة، لا هذا ما له علاقة أبدا. طيب نجلة، أنت ذكرتي جانب الروح، هو جانب الروح غير الاتصال طبعا مع رب العالمين، وأنه يكون في إيمان داخلي بجوة لدى الشخص سواء كرجل أو امرأة.
أنا أحس كمان يمكن الروح الحلوة، الروح الحلوة كمان إذا فيك روح حلوة هي كمان بتدوم لك، لأنه دائما نسمع إنه الجمال ترى مو دايم، الروح هي اللي دايمة، هو ده الشخص اللي أنت هتقعدي معاه أو هتعمري معاه. لكن خليني أسألك أخصائية نفسية، الفرق بين هذا الخوف ما بين الرجل والمرأة؟ عادة هو أكثر عند المرأة المتعارف عليه، ولكن حتى عند الرجل من ناحية إنجازاته، إيش سويت، إيش قدمت، إيش بخلي لعيالي، إيش بخلي لأسرتي، فعادة عنده هذا الخوف الرجل طبعا، ولكن عند المرأة أكيد أكثر بحكم أنه شوية فوكس هي على نفسها، على عيالها، على حياتها، وأحيانا تكون في مرحلة معينة مضحية ما هي شايفة عمرها، فمجرد أنه توصل لعمر مثل 40 وفوق تبدأ تلتفت نفسها تحس أنها ما سوت شيء، فتبدأ تخاف من هذا العمر. طب هل صحيح، معلش بحكم أنه نحن تكلمنا عن المرأة والرجل، أنه في سن اليأس لدى المرأة وسن اليأس لدى الرجل، هل هذا الكلام صحيح؟ للأمانة ما أقدر أفتي في هذا الأمر، ولكن اللي أعرفه أن المرأة ثقيل عليها أنها تقول أنه أنا الآن حسن اليأس، أو إحنا نقول هذه الكلمة، كلمة شوية قاسية ولو كانت كلمة علمية، يعني هي مرحلة اللي هي مرحلة انقطاع الدورة الشهرية عزكم الله، وهذا الأمر إذا المرأة استعدت له، أخذت الفيتامينز اللازمة، عرفت نفسها، أشغلت نفسها، سوت رياضة، حتقدر تعدي هذا الأمر. فيعني هذه الكلمة شوية أحيانا ثقيلة، ولكن يعني بس بمرحلة أنا زعلت منك يا نجلة، ما في شيء اسمه عزكم الله. أوكي. هي هذه شيء طبيعي ربي حطه فينا. صحيح. وعادي وأشياء جدا طبيعية. ما طبعاً. في شيء. ولكن هذه تنلغي. صح. رجع. ولكن خليني ما ذكر. صح. ولكن ما ذكرت عن المرأة، ولكن عن موضوع الدم البعض يعني، وهذا أمر طبيعي متعارف. ما لنا دخل بالبعض، حنا لنا دخل الآن عموما. خليني أسألك السؤال، دائما حنا نقول على تعقيبا على حكيك عبير إنه الرجال قلبه خضر. هذا اللي احنا يعني دائما نحكي، يعني قلبه اخضر يحب الحياه، عشان كذا دائما هو شباب فرفوش. ممكن يخلي الشيب كذا ستايل واشياء زي كذا، فيطلع لك يعني معلش كبير حلو، زي في موديل مره عرضنا له تتذكري، بالضبط عمره 60 سنه يا نجلة، عرضنا الموديل هذا عمره 60 سنه، تخيلي شيء جدا جميل. انا دائما شيب اقول وشيب، انا دائما اقول الناس هي اللي تشيب نفسها، يعني انت اللي تعجزين بنفسك، وانت فعليا اللي تخلين نفسك لسه فرفوشه وحلوه وقلبك خضر وتتحركين وتروحين تجي تحبين الحياه. طبعا هذه نبغى نزرعها بكل امراه ورجل، يعني حتى الرجال يجيهم كآبة اذا عدوا فوق سن ايوه بقول لها انه مرحله نفسيه يمر فيها. طبعا صحيح. كيف يتعاملون معه حسب هو كيف استعد، يعني هي حياتك طول ما انت ماشي في الحياه انت قاعد تستثمر في نفسك، فلازم انت تعرف كيف قاعد تستثمر في نفسك لهذا العمر. انا مهمله نفسي، ما اعمل رياضه، عظامي صارت تعورني، فلما اوصل لهذا العمر ابدا احس اني محتاجه للناس او ماني قادره اقوم واجلس، فطبيعي حيكون شعوري مو حلو لما اكون ما استعديت لسن مثلا التقاعد، فمجرد اني يجيني تقاعد اجلس ما عندي شيء، فانا ما استعديت لنفسي مثلا ببزنس معين او شغل معين او افكار معينه لهذا العمر ايش بعمل فيه، فطبيعي فجاه احس نفسي انه ما عندي شيء. عاده احنا نذكر لما تحكون عن الروح وكيف هي كلمه كذا فضفاضه عامه، خلونا شوي يعني نسوي فوكس عليها، كيف اقدر اني اخلي روحي او زي ما تقولي مثلا قلبي خضر، اللي هي الايجابيه، الطاقه الايجابيه، مش الطاقه الايجابيه اللي يحكون عنها الحياه حلوه لا. انت كيف تقدر تخلي طاقتك ايجابيه، وجودك، لانه النفس والجسد مرتبطه في بعض، اذا تعبت النفس حتتعب الجسد والعكس صحيح. صحيح. فمجرد انه انت تكون شخص سلبي دائما تنتقل الامور السلبيه، حار، معصب، قلق، تفكر في كل شيء اكثر من اللازم، طبيعي في النهايه تجاعيد وقولون عصبي وتعب وامراض نفس جسديه احنا نسميها. كيف اقدر اكون اكثر ايجابيه؟ ما هو من اهم الاشياء في الايجابيه هي خمسه، الايجابيه حتخليك اكثر انتاجيه في حياتك، حتخليك اكثر علاقات اجتماعيه للناس ما يبغون الشخص المتحلطم المتذمر، حتخليك اكثر صحه بدنيه، وفي عملوا دراسه في دار عجزه، فلقوا انه قبل الاعياد مثلا زي عندهم مثلا الكريسماس او عيد الام، او لقوا انه قبلها تقل نسبه الامراض بعد الله سبحانه وتعالى ونسبه الوفيات بشكل فظيع قبل الاعياد. هذا بالضبط لان يكونوا متحفزين ينتظرون هذا الشيء، فنسبه الايجابيه عندهم عاليه، ففي شيء بيجونهم اولادهم او بيجون الناس حيعملوا لهم شيء فيكون متحفز، فبالتالي مناعته تكون اعلى، مناعه جسده تكون اعلى. الايحاءات الخارجيه والداخليه برضو مؤثر، لما انا بس اقول لنفسي انا كبرت، انا عجزت، والناس اللي حولي برضو يا حبيبتي انت كبرتي لا تتحركين لا تسوين، الايحاء هذا ممكن يخلي الانسان حتى مو قادر يمشي جسديا. صح. حيأثر عليه. صح. برضو في تجربه عملوها، اخذوا مجموعه من كبار السن، كبار مره في السن،
أخذوهم ودوهم لمكان، طبعا تجربة أجنبية، أخذوهم ودوهم لمكانهم لما كانوا شباب مجموعة وعيشوهم نفس الأجواء، التلفزيونات، الأشياء اللي كانوا يشوفونها في التيفي، ملابسهم، الأكل، كل شيء. بعدين حطوا لهم ستيج وخلوهم يقومون يرقصون، ما يقدرون يمشون، الكل قام يرقص فجأة. يعني بعد الله سبحانه وتعالى، ولكن إيحاء، هم رجعوا في اللاشعور عندهم لمرحلة الشباب، فحسوا أنهم قادرين يسوون كل شيء، فالطاقة رجعت لهم من جديد. فالأمور هذه كلها الإيحاء، أن نوحي لأمنا أنه خلاص أنت كبيرة، ليه ما تلبسي زي جدتي؟ مثلا يجوني بنات تقول ليش ماما ما ليش ما ستايلها زي جدتي؟ القالب الاجتماعي عندنا أن المرأة فوق عمر 45 أو 50 سنة خلاص لازم تكون، لأنه لسه صغيرة، أنا أحس 50 طبعا سنة تونا نحكينا لسه شباب، إلى 66 سنة هي تعتبر شباب أو إلى 70 سنة. ولكن القالب برضو الاجتماعي خلاص يحطها في وضع معين، يبغاها تصير كذا. طب هي بعد من حقها يتوقع منها كذا. يعني طبعًا أنا اللي مريحني وعاجبني في هذا الموضوع بصراحة، لأنه العمر الافتراضي في شكل الإنسان اختلف عن زمان. يعني زي ما بتقول عبير قبل شوي، توصل 50 واسم الله عليها تشوفي فيها فلقد منورة. لكن الشيء اللي ممكن يأثر عليها الأشياء الداخلية، يمكن من أكثر الشيء اللي برضو تخاف عليها السيدة هي فقدان الرغبة بها إذا كانت متزوجة. إذا مثلا ما أبغى أقول وصلت لسن اليأس، بس يعني بدأت هرموناتها تضعف تقل وهذه الأشياء، فبالتالي نفس الشيء تبغى تحس أنه لا، يعني هي ما زالت زي ما كان عمرها، ما زالت مرغوبة. يعني مرغوبة في إيش؟ فهي عشان كده إحنا نحكي أنه ما تخلي جانب من حياتها هو المحور. إذا جانب من حياتها، بس علاقتها الزوجية مهمة طبعا جدا وجدا مهمة، والتوافق ما بينهم مهم، وتثقيف المرأة مهم زي تثقيف الرجل بالضبط برضو. حتى هو أنه المرأة في هذا العمر إيش تمر فيه، ولكن هي برضو لازم يكون عندها اهتمامات أخرى. يعني حلو الزواج جدا مقدس ومهم جدا، ولكن برضو اهتمامها هي في نفسها في الأشياء سواء الجسدية أو الاجتماعية أو المهنية أو الثقافية. في البعض أو خلينا نقول الغالب بدأ أصلاً في تأليف الكتب من فوق عمر 45 سنة. بدأت مثلاً في مشروع معين ونجحت فيه من عمر 50 سنة. فليش نقول إن إحنا وقفنا هنا؟ بالعكس، أنت هنا خلاص كبروا عيالك، زوجك قلت أشياء اللي ممكن هو يطلبها منك، تفرغتي نفسك أكثر، ممكن تكوني تقاعدتي في هذه الفترة، فهذه فترة ذهبية. فترة تعيشي ملكة بالأشياء اللي أنت تبغيها وأحلامك وطموحك. إلا إذا كان الأبناء حطوا في بالهم ماما كبرت حنخليها بيبي ستر. لا، ما لهم شغل الأولاد، هي أصلاً تسفهم أسفهيهم الأولاد وما لهم شغل فيهم. أنا جداً حبيته مرة، شكراً أنه أنت قلتي تعيشي ملكة، هذه فترة ذهبية وفعلاً معها حق في هذا الموضوع. هتكلم عن حاجة تانية أنا ملاحظتها في كثير من صديقاتي، وبصراحة ملاحظتها في نفسي. ما هقولك أنه يعني أنه أنا متقدم في السن، بس أنا خلاص دخلت الثلاثين، فصارت عندي الأفكار متغيرة. يعني الأشياء اللي كنت أحبها أول ما صرت أحبها دحين، وفي أشياء ما كنت أحبها أول لا صرت أتقبلها الآن. أوكي، ما أقولك أحبها بس أتقبلها. خلينا نتكلم عن موضوع أنه بعد تقدم العمر تبدأ السيدة أو الرجل كمان أنه هو أفكاره تتغير، يبدأ يطلع على الأشياء من منظور مختلف. خلينا نتكلم في هذه الناحية شوي. أصلا من الطبيعي الغير طبيعي اني ما اتغير، هذا الغير طبيعي معناته انت شخص مو قاعد تتعلم من تجاربك، وهذه مشكله مره كبيره. احنا نتيجه اليوم كلنا واحنا موجودين، احنا نتيجه لكل الاشياء الماضيه. صح. حتى امس، حتى اليوم قبل ما نجي، في تجربه يمكن مريت فيها ولو كانت بسيطه. فالتجارب هذه طبيعي حتغير عندي، حتغير في فكري، في 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 قيمي، في نظرتي للحياه. صحيح. في اشياء كثيره. ومن الخطا انك تكون متمسك بارائك حتى لو بس عشان الناس، خاف الناس يقولون عني اني انا ما عندي شخصيه. لا، عادي اني انا مثلا امس ما كنت احب السيفود، اليوم احبه عادي. امس ما كنت احب مثلا اشوف برامج سياسيه، الحين صرت احب. سوات عادي. يعني انت شخص عندك تجارب التغيير تمر فيها، فهذا التغيير مره طبيعي. وكل ما انت رفضت اساسا تغييرك، سواء تغييرك كشكل ما تقبلته، تغييرك كقناعات او كامور في حياتك ما تقبلتها، هنا حتعيش في شيء اسمه الصراع. والصراع هذا مرة سيء، حيجيب لك شعور بالغضب، شعور بالزعل، شعور بالحزن والكآبة، فما حتقدر تتعايش. ليه دائما يقولوا انه الاشخاص اللي عمرهم 36 وفوق مثلا ما يقدروا، ما مستحيل نغيرهم؟ احنا الحين خلاص انا وصلت مرحله، يقولوا لي كذا، يعني انا وصلت مرحله انا الحين كبير انف واعرف اتصرف من نفسي ومستحيل اتغير. صحيح، في ناس كثير بتمر علي بصراحه، انا مر علي ناس كذا. يمكن هو يقول، لكن في الحقيقه العلميه لا،
كل الأعمار قابلة للتغيير. يعني أنا أحيانا يجوني نساء فيما فوق 50 سنة شخصية قلقة، نقدر نحن نغير من سماتها مرة كثير. جميل. لأنه إذا الشخص اعترف بالأمر اللي عنده أو اللي يحتاج أنه يغيره، أول شيء يعترف، فهي يعترف، بعدين تكون عنده رغبة، بعدين تكون عنده إرادة، بعدين يطبق بعض الأشياء، يستمر في تطبيقها يتغير. فهي فيها درج، فما في أحد يقول أنا ما أتغير أو أنه صعب علي التغيير إلا إذا هو مقرر. هو ما يبغى. إيه هو مقرر أنه أنا كذا وأنا نفسية التغيير. وأنا مثلا عصبي أو أنا شكلي كذا، أنا ما أقدر. أنا شكلي كذا. جميل. أنا دائما أقول أنه الإنسان قابل للتغيير، ما في شخص مو قابل للتغيير، بس زي ما ذكرتي أنه الواحد لازم يبادر أول شيء. في نقطة ذكرتيها جدا مهمة والآن البنات جالسين يطبقونها صراحة، اللي هي التقاء الجسد بالروح، أو أنه كيف التوافق الجسد والروح والأشياء هذه. هذه الآن صارت هاجس، مش هاجس يعني ما أقدر أقول هاجس، أعتذر، بس شايفينها يعني كثير. الآن صار فعليا البنات يطبقونها، وصار فعليا أنه تفيد. يعني تقدرين أنه أنت تكونين بسلام وأمان داخلي، أنه خلاص عارفة نفسك، عارفة طبيعة جسمك، عارفة كيف تتعاملين مع المشاكل اللي تجيكي. أتوقع أنه يعطي ثقة وأمان وسلام، فما أدري إذا تأيديني يا نجلة. أنا ما أعرف يعني إيش مفهوم التقاء الجسد والروح تحديدا، يعني عندنا في علم النفس ما عندنا يعني كمصطلح، بس إحنا عندنا الذات. السلام الداخلي، تقبل الذات، هذا الشيء، والاكتفاء الذاتي، تقدير الذات، الثقة بالنفس، كل الشهادة اللي نسمعها هي عبارة دائما، أنا أقول هي عبارة عن قلب أنا دائما أرسم لهم. كل واحدة لازم يكون عندها هذا القلب اللي هو التقبل والتعاطف والتسامح مع ذاتك. مجرد أنه أنت تكون متقبل، أنا التقبل هو الحب بدون شروط. أنا أحبك نقطة، ما أقول أحبك لو نحفتي، لو سويتي، لو عملتي، لو تعلمتي إنجليش، لا، أنا أحبك زي ما أنت. فإذا أول شيء هو التقبل، أني أتقبلك بدون شروط، فأنا أتقبل نفسي بدون شروط، بدون ما أعدل خشمي، بدون ما أنحف، بدون ما أسوي. صح أبغى أطور، ولكن أنا أقبلني زي ما أنا. التعاطف أن يكون زي الصديق مع نفسي، لما أخطأ أعرف أنه الكل ممكن يخطأ، وإحنا مرة نجيد التعاطف مع الآخرين، بس مع نفسنا شوي يكون صعب. فأكون متعاطفة زي الصديق، وأكون متسامحة، ما أجلد ذاتي. نهاية اليوم، بالضبط نهاية اليوم، أنا أعرف أني أخطأت في 1، 2، 3، ولكن أنا أسامح نفسي، إن شاء الله من بكرة ما تتكرر. ما في أحد ما يخطأ، خير الخطائين التوابون، ما قالوا خير الناس اللي ما يخطئون. فمجرد أنك تتقبل وتتعاطف وتتسامح، وهذا القلب دائما خلوه في بالكم. يعني على سيرة هذا الترند، دائما أطبطب على نفسي واسم الله علي أحبني. يعني إيه أيوه يعني حتى ترند أيوه، يعني عارفة ما في أحد علي من نفسي يعني، ولا في أحد علي من روحي، فشكرا يا روحي لوجودك معي بتحملاني. بس على سيرة الواحد، المراحل الانتقالية والتغييرات اللي تصير في خارجيا، هل الأفضل نفسيا يعني أني أنا أعطي عمر الطبيعي يكبر بحاله حتى تطلع التجعيد اثنين، إلا أنه من سير الوجه مليان تجاعيد، ولا ممكن بعد مدة طويلة من الحرب ضد التجاعيد الزمنية وفجأة أقول لا خلاص أنا بسوي زي سوسن بدر، أبغى الشاب يطلع وأبغى أعيش عمري؟ إيش الأفضل؟ إيش الأفضل؟ ما في أفضل ولا في صح وخطأ. إيش قناعاتك أنت؟ إيش تحبي أنك تشوفي؟ أنا خلاص مليت، ما عاد أبغى شكلي كذا، أوكي ممتاز، لأنه أصلاً أنت ما أنت مشروط عليك شيء في شكلك. صحيح. هذا قرارك أنت. فإذا أنا لا والله أنا ما أحب أو ما أبغى، أو ممكن أحط في بالي عمر معين ممكن لو وصلته أبدأ أخلي نفسي زي ما هي وأخلي شعري زي ما هو، على حسب قراراتك، ولكن ما في شيء صح وخطأ. لو تبغي فيلر مدى الحياة سوي فيلر مدى. جميل جدا. في الأخير لازم نقول إنه إحنا نحب نفسنا، لازم نحب نفسنا، نوقف جلد للذات يا جماعة. الأخصائية النفسية نجلة فهد، أنا أشكر تواجدك معنا، يعطيك ألف عافية، نورتينا، وشكرا على هذه المعلومات. شكرا لك، شكرا لكم جميعا. أهلا وسهلا. مشاهدينا فاصل ورجعين. بعد الفاصل، هل يكون الإبداع فقط في الأدوات المألوفة؟ الإبداع ما يعرف حدود ولا حتى أدوات مألوفة. حبها للرسم ولشغفها في هذا الموضوع للفن تحديدا خلاها تخرج عن المألوف. هنتعرف على تصميماتها وابتكاراتها. ضيفتي في الاستديو نجلاء الودعاني، أهلا وسهلا فيك. طبعا أنت كنت معترضة أني أقولك مصممة إكسسوارات، لكن شوفوا هذه عينة، هذه واحدة من الأشياء. باربي، باربي، راس الباربي أو راس دمى ومخليتها خاتم. اسم الله عليك يا نجلاء. يعني أنا شفت حسابك على إنستغرام، ليكي طريقة مبتكرة وغريبة في التصميم، كلمينا عن بداياتك. بدايتي في إنستغرام ولا في الحياة؟ في الحياة. نبغى نرجع لأول مرة. من أول مرة أنا صغيرة كنت أرسم
وأذكر يعني دائما ما زالت أمي دائما تذكرني تقولي أنت كنت في رياض الأطفال تسوين وردة بالمنديل، فكان عندي حب الشغل باليد والكرافتنج يعني من وأنا صغيرة دائما من زاوية كذا في زاوية هادية، بس الحين مش هادية. يعني ترسم أنت صغيرة؟ ما أدري يعني هذه ما أحس يعني من الطبيعة وما زالت لآخر يوم إن شاء الله. يعني في أشياء كثير حلوة احنا شايفينها قدامنا على الطاولة راح نتكلم فيها أكثر، بس ما حسيت إن الموضوع شوية يعني مرعب لبعض الناس؟ كريبي. رأيك صح، شكرا. كريبي هي قالتها إنه راس باربي أز خاتم، مع إنه في أشياء مرة حلوة هنا ممكن نرؤى بالله. أي هذه ترفعين إنه هي الحلق حق الزهر مرة كيوت، أنا حبيته. أخترت أبعد واحد. ما أنا آسفة بس مرة حبيته. صح حلق؟ أي حلق بالزهر عملته. بالزهر. يعني في أفكار لأشياء حلوة. أي. خلينا نعرضه للمشاهدين، لكن في اشياء ممكن تقول الناس تتوجس منها خيفه نوعا ما، ما خفتي من ذا الموضوع وانت بتصممي؟ لا ابدا، مع ان كثير يقولوا لي اكيد انت قاعده تتابعين افلام رعب. نهائيا، اكره افلام الرعب، اكره اشوف اشياء دمويه، مره اكرهها. بس ليش سويتها؟ لانك شاطره في استعمال المشرط. طب بتلبسيها؟ بتلبسي شوف الاكسسوارات اللي انت بتصمميها بتلبسيها في خرجاتك وكذا؟ يس. حلو. قاعدين نعرض صور طبعا حقت المصممه. شوف في اشياء مره حلوه وفي اشياء انا عن نفسي اشياء اوقات اقول اوكي ايش ده حلق از رجل باربي كمان. اوكي مره حلو الفكره. في اشياء مره غريبه يا جماعه، في اشياء بتورينا قد ايه فيها ابداع وافكار. ممكن تحكي لنا شويه عن الخاتم، عن الحلق ده عفوا اللي قاعدين نعرضه اللي هو موجود. أيوه هنا. الموجود هنا هذا هو. ايوه تمام. طبعا هي بدايه يعني بدايه كل المجموعه هذه كنت ماخذه حلق من اسطنبول، مره كان عاجبني يعني ديلي كنت البسه، كان على شكل رسمه بنت كذا. اضاعت قطعه منه فحسيت اني ضعتي مع القطعه. ضعت مع فعلا. ايوه. وكانت يعني ما ادري دائما حياه الانسان لما تمر كذا بدروب داون. ايه. فكنت في هذيك الفتره بدروب وضاع الحلق كثير. كيف؟ مره لا. جميل. طيب كنت حابه اصنع، بس مو اصنعي، بس كنت ابغى شيء كذا البسه يكون شوي فانكي وغريب يعطيني. تحب الاشياء الغريبه. ايوه. كنت شاريه اللعبه يعني كانت الفكرة بس إنه آخذ الشوز الله يكرمكم وأسوي حلق وخلاص. بس لقيت نفسي مستمرت كل أجزاء اللعبة. فكنت أسوي سيرتشنج على يعني إنه إيش المواد الثانية اللي ممكن يعني حتى أستخدمها، فطلع معي الريزن، طلع مني الصلصال الحراري والكلاي. فكنت حتى أستخدم القطاعات حقت إشغال الكيك وما كيك، لأنه ما كانت عندي المواد يعني الأساسية لها. برافو. جميل. طيب نجلة أبو أعرف، شوفي أنا تفاجأت صراحة. تبغي أديك حاجة من هنا؟ حسيتك بتطالع هنا. لا من رأس اللعبة دي. يعني أحسها يعني إذا تسمحي لي أقول هي مرعبة شوي يعني. من جد لما. لا بس لما تلبسيها ما راح تبين صح؟ بس هذه باربي. أحط باربي رأس باربي بيدي يعني معلش أنا جالسة أتكلم بكل صراحة وشفافية، بس فعليا إنه يعني في ناس تخاف. يعني أنا مستحيل أحط رأس أحد بيدي. بس احسها شوي مرعبه يعني الفكره، يعني زي الان لما شفنا مثلا حلق يمكن يحبونها الاطفال اكثر. قديه مين 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 الناس اللي استهوتهم هالقطع نجله؟ والله يعني كان في اقبال، بس مين هم شخصيا ما اعرف. لا اقصد الشريحه حقتهم الاعمار، هل هم صغار هل هم كبار؟ انا شفت يعني صراحه ما شاء الله من كل فئات. جميل. بلس ترى يعني خليني اشرح لك عشان يصير ما يصير مرعب. انا احب جيل الثمانينات والسبعينات. اوكي. ما ادري انا دائما ترجعني احس لل صحيح يعني معك حق. هم كانت الاشياء حقت مره فانك. ايوه. فالفكره كانت مره احب البنك، ما اعرف ليش، مش عشان مره قيرلي بس. أيوه. مره احب البنك. أيوه.
فما ادري احس هذه الالوان ترجعني لهذيك الفتره مره. صحيح شوفي يعني انا بامانه حبيت اكثر قطعه البروشات او السلاسل، حسيت ان هي اكثر قطعه انا رأى ممكن اني البسها. لكن في اشياء ثانيه انت بتسويها غير موضوع تحويل الدمه الى نوع من انواع الاكسسوارات. قلتي عندك كانت تستعملي هذا النوع من هذا الكلاي صلصال حراري. الصلصال حراري بفرن صنعه بالضبط بحب تماما. فهذه انت قلتي بتستعملي فيها القطاعات، لكن كمان هنا شايفه في عينه ثانيه اذا تسمحوا لي بس اعرضها اللي هي تكون شوي شفافه. هذه بنفس الطريقه هذه ماده ريزن يعني تصبينها في قوالب معينه وانا حشيتها باشياء سبرينكلز كيك برضو. واضح انها كانت عندي ايوه عندك كيك كذا قاعده بس يعني تسوي كيك كمان يعني شفت لك بعض الصور كانت عندي تجارب ايوه للكيك. حبيت والله الافكار يعني في اشياء مختلفه كذا يعني ما بتشوفيها يعني مثلا حبيت انه هي استخدمت كمان اشياء الكيك. تفضلي شكرا عرضيها. هذه مره حلوه هي شفافه بس ما في راح تبان ولا لا. كمان من الاشياء اللي كنت ابغى اسالك عنها موضوع المهارات او الاعمال اليدويه، كيف طورتي نفسك فيها؟ هذا حلق بس معمول بشكل يعني غريب شوي زي القالب الشفاف بالضبط وبعدين من جوه حاطه عليه تبع الكيك. يس كرييتيف يعني من ان الكيك عملت منه حلقه لقيت في زياده او اكسباير قامت استخدمته. طبعا كلها ترى تجارب اوليه اللي قاعده اعرضها. اوكي ما شاء الله عليك شويه ادخل في المجال بس حلو. لا بس حلو من جد اهنيكي. طيب زي ما كنا بنقول نجلة انه هذه الاشياء او هذه الافكار كلها بتكون موجوده عند الشخص وبيحاول انه يبدع فيها ويطلعها قد ما قد ما يقدر للمجتمع اللي حواليه. وقلت انه الحمد لله كان في اقبال مره كبير على تصاميمك، لكن خلينا نتكلم من ناحيه ثانيه الاشخاص اللي دعموكي اكثر فيها. يلا جو اهد ايوه تقدري تسوي كذا ايوه صح عليكي هذه حلوه هذه مو حلوه. مين كان الشخص اللي مثلا موقف جنبك وبيساعدك اكثر في التصاميم دي؟ انا بس انت متمرده اسم الله عليها اشوفها انا امانه يعني يعني انا اكتب اكثر شيء على الانستغرام فاحب اشتغل على ستوري مره كثير الانستغرام كنت يعني لاقي الاقبال اكثر شيء هناك حتى يعني حتى اكيد اهلي حتى لو ما عجبهم اكيد بيدعموني اكيد الوالده الله يحفظها اي اكيد من اول حبيبتي الله يسعدها يا رب يعني من وانا صغيره طبعا هي اللي دعمتني تشوفني اني انت الفنانه اللي لازم تكبرين عشان طبعا كويس يعني ما في الا فنانه لا حبيبتي هذه من اول الداعمين لك والدتك الله يحفظها. بس ذكرت تعبير انه انت كمان تعملين او رؤى انه انت تعملين كيك ما حسيتي انه ممكن هذه تستهويكي اكثر من هذه بما انك الخط الان ما انت ماسكته مضبوط؟ شوفي على طاري انه في خط ماني ماسكته مضبوط انا مره ما احب احد يعطيني تايتل لا احد يعطيني مصممه ولا بيكر ولا وات ايفر ما ادري احس اني انحد تتقفل معي كل الاشياء أوكي. انا احب اجرب اي شيء أوكي. اي شيء احس اني اقدر يعني اشتغله واتعلمه حلو اخذه على طول احس يعني ما اعرف فكره ان هذا الكون بجماله وفيه الخيارات الكثيره بسم الله عليك فتقدر تجرب كل شيء بالضبط احس انه عيب اخذ تايتل وامشي فيه مع انه مره اقدر الناس اللي ما شاء الله تبارك الرحمن اللي يركزون في خط ويمشون انا شوي فوضويه ويلا جيب اي بالعكس اذا فوضويه ويطلع منك ابداع زي كذا فكويس يعني انا لما دخلت شفت حسابك مبدعه لما كنتي في ابها تصورتي صور جدا رائعه تختاري زوايا كثير حلوه بتصور كمان يعني هي بتاخذ صور لنفسها عاد ما ادري مين بياخذ لها الصور بس ما شاء الله عليها ترى هي كانت على فكره في ابها في نفس الوقت اللي كنا فيه بس ما صدف انه تقابلنا موفقه حبيبتي الله يسعدك يا رب الله يسعدكم يعني اشياء مره حلوه نجلة احنا مره شاكرين لتواجدك معنا اليوم يعطيك الف عافيه شكرا لكم والله حابه توجهي كلمه اخيره لاحد طبعا للوالده اكيد انا حاسه عندي الكلمه الاخيره عندك للوالده والله ما ابي اتكلم عشان ما يمكن ابكي احس على حبيبتي طيب احنا راح نشكر الوالده بالنيابه عنك نشكر لك انه انت تفضلي مو بس الوالده لازم اشكر بابا بعد تفضلي امي وابوي الله يحفظ حبايب قلبي والله الله يسعدهم يا ربي من ساعتين يلا متى تطلعين خصوصا الوالد حبيبي الله يسعد قلبه الله يحفظك يا الله يسعدها يعني نجا ودعاني احنا نشكر تواجدك معنا يعطيك الف عافيه حبيبتي شكرا الله يسعد قلبك وجايين نطلع فاصل بس مكملين معاكم باقي الحلقه بعد الفاصل
غنى زفت أخته العروس فحصد 1,000,000 مشاهدة. غنى بزفت أخته وحصل على 1,500,000 مشاهدة لهذه الأغنية. يوسف الذوادي معانا في أستوديو سيدتي، ولكن في البداية خلونا نتابع هذا الفيديو. طبعا علشان نتعرف عليه اكثر معنا يوسف. حياك الله يوسف. الله يحييك، احب امسي عليكم وعلى متابعينا قناه روتانا خليجيه. اهلا وسهلا. شكرا لكم. هلا وسهلا يوسف. احنا دائما نعرف انه زفاتنا زفات خليجيه بالعاده يعني. صح. بس الموقف اللي انت سويته انه انت غنيت لاختك، يعني خليني شوي اطلع عن هالمحور وابغى اسالك انه ليش اخترت انه انت اللي تغني لاختك؟ بالعاده نسمع ميوزك. حسيت اني انا اللي بوصل شعور لأختي بالضبط يعني، وبغض النظر كانت مصرية أو يعني خليجية. فحسيت أن الشعور بالأغنية هي اللي راح يوصل إحساسي. يعني طب خلينا نقول لأختك مبروك. الله يبارك فيك. والله يسعدها ويتمم لها على خير. اللهم الزفة فيها إحساس مرة حلو، لكن إيموشن يعني زي ما نقول. بس هل كانت مجازفة منك أو أنت متعود أنك تغني بينك وبين حالك أو في زفات قبل كده؟ أنا طبعا عندي حساب في تويتر وأغني فيه اللي هو كفرات بسيطة. أي. بس مو زفة عاد. لا لا مو زفة، كانت يعني مقاطع. فأنا ما كنت يعني كانت مغامرة ومجازفة، الحمد لله يعني كان شيء بسيط مني وفكرة، والحمد لله قدمتها بأفضل صورة إن شاء الله. أنا لو كنت في العرس كان بكيتي، ترى كنت مرة رح أبكي. انا اصلا في زواجي انا بكايه، انا زواجي الوحيد اللي ما بكيت فيه زواجي في الامانه يعني. اكيد اختك كان رده فعلها مختلفه. طبعا شيء حكينا عن رده فعل اختك لما انت نزلت. اتوقع ان انت فاجاتها يعني بهذا الموضوع، هي ما كانت تعرف. اي نعم. اوكي حكينا شوي عن رده فعل اختك. طبعا توتر لازم بيكون موجود بيني وبينها، فكانت متفاجئه في هالشيء هذا. حاولت اني اطلع بشعور انه بعيد عن التوتر وبعيد انها تتوتر، فالحمد لله كان يعني شيء ايجابي والحمد لله مش كل شيء تمام. طب تغنين؟ عفوا. لا والله تسالي. انا ابغى اسمع الاغنيه بصراحه. انا حابب انك تعزف لنا اياها. خلاص تمام ما في مشكله. الفرحه اللي انا حاسس بيها لا أنا قادر أقولها ولا أحكيها، أختي حبيبتي وغي عيوني لعريسها بيها ودي. من يوم ما وعينا على الدنيا ما فرناش بعضنا لو سني، على عين إنك تبعد عني دمعتي مشاهدة خبي. والفرحة اللي أنا حاسس بيها لا أنا قادر أقولها ولا أحكيها، أختي حبيبتي وضي عيوني لعريسها بيها ودي. الاغنيه فيها موشن مره يعني. انا كويس انه مو عازم ونا زواج من جد، والله كنت مره رح ابكي. عارفه ليه؟ لانه انا اخوي اللي مره انا وهو مع بعض، الله يذكره بالخير اخوي خالد، في جده. لا الحمد لله امي زفتني الله يرحمها، بس الفكره انه هو كان في جده وما قدر يجي الزواج. تخيلي ارسل ولده
ما قدر يجي العرس، فكان هذا الشيء دائما عبير الواحد لو اعطى مبادره زينه فهي تكون حلوه من ناحيته، خاصه لو كان من اخ من اب من ام. صحيح. بس يوسف خليني ارجع لك شوي، حلو دائما الاخ يعمل هالمواقف هذه، الاخت بتشوفها مره كبيره وبتشوف نفسها قدام الناس. صحيح. بس برضو انا طماعه احتاج اسمع شيء زياده. انت عندك حساب في تويتر قلت لي. نعم. ايش حاب تسمعنا؟ الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله. الف مره حافظها. خايف احبك اغنيها. اوه ما تحافظ الف مره لانه هي مقدر يغني لك اياها بعد لها تقدير عندنا بالاستديو، والله راح يغنيها على الهواء اذا حافظها. اذا حافظها لا والله فيها شوي يعني، فعشان كذا انا خلاص يلا خايف احبك بلاش راح اجهزها لان خايف فاتتك. اوكي ما شاء الله انت بتعلم على الجيتار مره كويس. الحمد لله كويس. خايف احبك وقلبي ينصدم ثاني، مستوعد اني معك اعاود الكره، الحب يوجع ويكفي من جاني، الله يكفي قلوب الناس من شر. خايف احبك وقلبي ينصدم ثاني، مستوعد اني معك عاود الكره، يكفي منا ما جاني، الله يكفي قلوب الناس من شر. انت ترى تنحب والمشكلة فيني، ما بي بعد اتعب ما فيني يكفيني. شيء ما انت كنت يعني مندمجه الى اقصى الحدود الاغنيه. جميله جميله. انا بدات اطقطق بيدي. شكرا. يوسف نشكر تواجدك معنا اليوم. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اشكركم على الاستضافه هذه، وانا لولا يعني التفاعل وهذا ما استضفتوني يعني هنا. فاحمد يعني احنا اصلا قاعدين يقولون في الكنترول صوته مره حلو خلوه يغني، اسكتوا انتم تخيل لاي درجه. واحنا نقول لك حاجه، لانه احنا اليوم جمعه وعندنا في يوم الجمعه فقرات دائما تكون طربيه، راح نختم الان مع المشاهدين. ايش رايك اذا محضر لنا اغنيه تغني لنا اياها؟ خلاص مع التختيم. تمام ما مشكله. مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم، انتظرونا بكره في نفس الموعد. لحظه لا تغيروا القناه، يوسف راح يغني. وفي أهل الوفا عطونا لو واحد وفي، القالي وافي ولا ما في، حتى انتو ناقصكم وفي. وفي أهل الوفا عطونا لو واحد وفي، القالي وافي ولا ما في، حتى انتو ناقصكم وفي. ما بل وافي من أهل أول ليه حب وفا طول، واحد ملاعين ومكتفي ما ظل. وافي من أهل أول ليه حب وفا طول، واحد ملاعين ومكتفي. وفي أهل الوفا عطونا لو واحد وفي، القالي وافي ولا ما في، حتى انتو ناقصكم وفي.